بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. يا من علمتنا كيف نحب الأهلي، يا من عشت رمزا للشموخ والكبرياء الصادق، كم نفتقدك، وحشتنا يا كابتن صالح إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة في توقيتها مهمة جدا، كمان بتمر هذه الأيام ذكرى ميلاد الراحل الكبير مايسترو النادي الأهلي الكابتن صالح سليم. ألف رحمة ونور على روحه الطيبة الطاهرة وعلى كل العظماء الذين رحلوا بأجسادهم وبقوا بمواقفهم ودروسهم ومعانيهم. حاجة يعني والله العظيم تحدث بعض الأمور، كيف كان هذا الرجل ملهما، أستاذا يعلم كل من حوله دون أن يحاضر، ما بيقولكش اعمل كذا، لكن بالنموذج، بالنموذج يعني يعمل الصح ويحاسب على الخطأ، فتتعلم أنك أنت لازم تتصرف كده. مفيش زيف، كله صدق في صدق في صدق، مش عايز حاجة. يعني المثل بيقول وأدل الحرص أعناق الرجال لم يكن صالح يوما حريصا على أي شيء، صحيح، فلم يتمكن من عنقه أحد. وربما كانت دي عبقرية صالح سليم عليه رحمة الله. حلقة مهمة فيها ستة عناوين: نادي الوطنية والدور الملهم، الخطأ ثابت والعقوبة تفصيل، الدرع تاه يا ولاد الحلال، عندما تكون متهما بالحفاظ على حقوق النادي، والسبت سنة حلوة يا فايلر، وأخيرا الأهلي والبطولة المفضلة وموعد على الشاطئ. مضمون إن شاء الله يجاوب لحضراتكم على كتير من علامات الاستفهام، وأيضا يطمنكم كتير على النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي بيسير بخطة ثابتة جدا في كل الاتجاهات. عرضنا الحلقة الماضية على ما يتم فيه من إنشاءات كبيرة، أيضا على ما يتم فيه من إجراءات في دعم وتدعيم صفوف الفرق المختلفة للأنشطة الرياضية حتى في قطاع الناشئين. يا باشمهندس، النهاردة فريق 2004 اللي بيقوده الكابتن ياسر ريان بدأ بطولة الجمهورية بفوز كبير على بيراميدز في ملعب بيراميدز 4-1. القطاع الناشئين من السنة اللي فاتت تم دعمه بشكل جيد، زاخر بالمواهب، العمل مستمر على مدى العام، يعني في التنقيب عن المواهب اللي تحدث الفارق. لكن كمان عايز أقول لك أن ما حدث بإذن الله دون أن نستبق الأحداث في دعم الفرق الرياضية خصوصا كرة السلة، أعتقد أن شيء بإذن الله هيسعد جماهير النادي الأهلي. تم تدعيمه يعني يا ريت كده لو عندنا بعض الوقت نبقى نقدر نعمل مكالمة مع رؤوف يطمن الناس على هذا القطاع اللي الناس بقت يعني بتتابعه زي كرة القدم بالظبط. صحيح، الناس بتتابع كل ما يحمل اسم الأهلي وكل من يشرف أيضا النادي الأهلي. رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب كان نموذجا مشرفا في حضوره احتفالات الاتحاد الافريقي او اجتماعاته. استقبال الاتحاد الافريقي لإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، كان من بين المستقبلين الكابتن محمود الخطيب مع اسره الاتحاد الافريقي، وفي الغد ان شاء الله هيكون موجود الكابتن الخطيب مع اسره الاتحاد الافريقي في الغردقه، حدث اخر لتوقيع عقد اوسكار الكاف، حفل اقامه او حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي هذا العام هتكون في الغردقه. دي برضو حدث سياحي مهم جدا، تنشيط للسياحه الرياضيه في مصر، اجتذاب او جذب للاهتمام السياحي في هذه المنطقه، فانا اعتقد حضور مشرف. وهذا الاختيار هذه المره ان هو ممثلا عن رؤساء الانديه او الاساطير الكره، يعني هو إنفانتينو وأحمد وأعتقد الأستاذ عمرو الجنايني ممكن يكون موجود، رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد،
مع محافظ البحر الأحمر، هم دول اللي هيكونوا يعني متواجدين على منصة البروتوكول. دائما ينظر باحترام وتقدير إلى النادي الأهلي ورؤسائه، يعني تذكر وفي فقرة أنت مضبها لنا كيف يعني احتفى بعد حتى ما غادر منصبه الكاف بكابتن حسن حمدي كأفضل رئيس نادي في القارة. كل هذا بيقول لك ان النادي الاهلي ماشي في سكه تدعو الى الاحترام ولا يمكن العبث في هذا التاريخ. وعلى ذكر الاتحاد الدولي لكره القدم، النادي الاهلي بيطلب من الفيفا حيثيات الحكم اللي كان صدر ضد النادي الاهلي بتغريم النادي مليون دولار او 990 الف دولار عقوبه اللاعب البرازيلي هنريك اللي تعاقد معاه النادي الاهلي بان تولي جريده مهمة المدير الفني وتحت إدارة مجلس الإدارة السابق للنادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر. طلب الأهلي جه في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب حتى يطلع المستشار القانوني للنادي على حيثيات هذا القرار ويبدأ الأهلي يتعامل بشكل قانوني مع قرار الفيفا. عايز تتكلم في موضوع هنريك ولا فضل. انت مجهز حاجة في الموضوع ده؟ لا، الموضوع برمته له تفاصيل، لكنه الاهلي بيتعامل قانونا مع الغرامه اللي صدرت. لا معلش، ما ده هيبقى بتستأنفه وبتطلب الحيثيات عشان تشوف ماذا يمكن ان يفعله الاهلي، لانه الحقيقه انت بتتحمل حدث ما لكش يد فيه. فهنحكي تفاصيله لما يجي في معاك. على ذكر ما لكش يد فيه، في عمل كبير في الشيخ زايد، كان العمل توقف في فرع الاهلي في الشيخ زايد واستؤنف تاني. حلو قوي انك سالتني هذا السؤال او ربطت لك هذا الربط. لان الحقيقه كان في بعض الناس لما اتكلمنا على الشيخ زايد وان احنا فتحنا باب الاشتراكات من جديد بمناسبه البدء في عمل تطوير، قالوا طب ما يعني التطوير ما ابتداش بدري ليه واتفتح باب الاشتراكات بدري ليه؟ تفاصيل كثيره. افضل يعني لو كانوا جهزوا لنا المهندس سامع علي كامل، انما اهمها ان كانت هناك بعض التجاوزات في التفاصيل، يعني مثلا واخد الترخيص على منشاه معينه، عدد أمطار معينة في مكان معين بارتفاعات معينة، حدث تجاوز وترتب على هذا التجاوز غرامات. أولا حساب ضخم جدا بعدد الأمطار اللي تم التجاوز عليها، فتم يعني التدخل لحد ما وصلنا إلى تقليل حجم التجاوز. وبعدين اتحددت غرامة 5 مليون جنيه لهذه التجاوزات، فطبعا الاهلي سدد منها دفعتين 3 مليون جنيه. فكان يعني عشان تاخد موافقات جديده لازم تصفي القديم، بمجرد ما تم تصفيه القديم. لكن خطه التطوير هي موجوده من سنه، اي ما حدش تقاعس فيها يعني، عشان كده ده السبب. لكن احنا طبعا لو جه المهندس سامح هيقول لنا بعض التفاصيل المهمه، فيعني باذن الله الشيخ زايد زي كل الفروع محطوط لها خطه تطوير هتسعد اعضائه تماما. باذن الله هتسعد الاعضاء، وهيكون لنا تواصل مع المهندس سامح علي كامل علشان نقول لكم ايه السبب في اللي حصل واستئناف العمل ماشي ازاي، لانه ناس كثيره كانت قالت طب الاهلي كان اوقف العمل وقبول العضويات الجديده في الشيخ زايد وفجاه فتحها دون أن يستكمل الخطة الإنشائية اللي كان مقفولة أو مقفول قبول العضوية الجديدة لحين الانتهاء منها. فنأمل أن هو يفسر لنا. مش لحين الانتهاء، لحين البدء فيها. لحين البدء فيها. طبعا الانتهاء منها دي هتاخد وقت. فأنت هتقعد الناس بقى ما تاخدش العضويات. لا، أنت بتبتدي بتشتغل مع التدفقات اللي جاية لك. يعني سواء تدفقات في الأعداد أو في الأموال أو في كل حاجة. فالخطة يعني مرتبطة كان بانك تبقى جاهز انك تشتغل. احنا دلوقتي جاهزين واشتغلنا، النادي بدأ بالفعل من حوالي شهر كده، بدأ في تنفيذ الخطه. بدأ فيها.
ده جانب يمكن من أهل الشيخ زايد بكل ما يشهده هذا الفرع الجديد المبهر الحياة لكل من يزوره، حاجة فاخرة يعني. صحيح، ومساحات شاسعة، ولسه هتستفيد منها بشكل أكتر يعني. طيب لماذا كان المهندس سامح معنا؟ معنا على الهاتف المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. باشمهندس مساء الخير. أهلا بيك، إزي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا بيك فندم، اهلا بيك فندم عدلي. حضرتك كنت دردش معاك بالامس كده، كنت عايز افهم عشان كان الناس بتسال الله طب واحنا ما ابتديناش من اول السنه ليه؟ فاحكي لنا بقى كده انت بتفاصيل اكتر من اللي انا قلتها يعني، اذا كنت سمعتني. وبرضه فاهم الناس هو احنا بنشتغل في ايه؟ يعني احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ تمام، هي البدايه كانت السنه اللي فاتت مش من دلوقتي، من اول مجلس اداره الانتخابات ما خلصت كان في خطة طبقا لبرنامج الزمني لمجلس الإدارة، كان في من ضمن المشروعات المرحلة الثانية لشيخ زايد، كانت عبارة عن مبنى اجتماعي جديد، مسجد بيسع 1000 مصلي رجال و350 مصلي سيدات. ده اللي هيتعمل دلوقتي؟ دي المرحلة الثانية اللي احنا بدأنا نجهز فيها من السنة اللي فاتت. ايوه، وبعدين لا اتحرك شوية يا باشمهندس، اتحرك شوية يا باشمهندس عشان الصوت. تمام، ملعب كرة قدم اثنين ملعب كرة قدم للأكاديمية. تمام، بدأنا بأعمال التصميمات، قعدنا مع الأجهزة الفنية كلها، عرفنا طلباتهم إيه وجهزنا رسومات، جينا نقدم في الجهاز الشيخ زايد، وجئنا إن الأرض عليها إيقاف أعمال. في قرار يعني بإيقاف العمل؟ قرار من هيئة المطافة المرانية وجهاز الشيخ زايد بإيقاف الأعمال لوجود مخالفة في الأرض النادي. المخالفة دي عبارة عن إيه؟ إن حصل خطأ في تنفيذ المخطط العام والقرار الوزاري المعتمد من المجلس السابق في حمام السباحة ومنطقة جلوس الأعضاء. أنت لازم نلتزم بالقرار الوزاري في جميع مراحل تنفيذه، بالطرق، بالممرات، بالمسطحات، بمجلس الاعضاء. يعني حصل تعديل على التصميم اللي واخد الترخيص، اللي واخد بيه الاعتماد المخطط من هيئه المخطط الوطنيه. فطبعا ما هو اذا كان التصميم ده يعني في اطار التطوير والتوسعه على الاعضاء، يعني حتى لو كان في اطار التوسعه على الاعضاء لازم تقدم ورق الاول للاعتماد. انت اشتغلت من غير ما تاخد موافقات على التعديل. بالظبط، فطبعا هم ده قانون يعني مش بينطبق على الكل. ايوه، قال لك ده كده خطا ولازم نصلح المخالفه. طب نصلح المخالفه ازاي؟ نشوف بقى المخالفه دي تقدر بقد ايه. عملنا رسم جديد للي ما تم تنفيذه، ورحنا بيه هيئه المنطقة العمرانية، والاستاذ العام فاروق كان متواصل جدا معايا في الجزئيه ديت، وقعدنا مع الهيئه مشوار طويل قوي يطلعوا مخالفه كبيره نقلل، لحد ما وصلنا ان المخالفه تقريبا في حدود 5.5 مليون جنيه. النادي الاهلي عايز يسرع وعايز يشتغل بسرعه، طب احنا هندفع جزء لحد ما يطلع قرار رسمي من الهيئه بالمخطط الجديد بعد التعديل. يعني النادي كان عايز يسرع الشغل باسرع ما يمكن. بس مش هيستنى لما المخالفه تقدر من اللجان المختصه وتاخد الوقت اللي حضرتك عارفه. فعلا دفعنا 1.5 مليون جنيه، وبداوا يستقبلوا مننا الرسومات اللي كنا عاملينها من سنه. وبداوا يراجعوا معانا، وفعلا بداوا اصدار تراخيص بعض المنشات زي صاله الكاراتيه وزي مجمع الاسكواش والمبنى الاجتماعي اللي حضرتك بتعرضه. ده المبنى الاجتماعي اللي هيبقى ده المبنى الرئيسي بقى. ده المبنى الرئيسي على مسطح 1170 متر. وده ماكيت ولا ايه اللي احنا دي الرسومات؟ لا لا، الرسومات اللي عاملها المكتب الشاري هيبقى منظره، دي الواجهات اللي هنشوفها ان شاء الله لما يخلص. حاجه شيك الحقيقه جدا. تمام، فده اللي عمل الفتره الطويله دي ليه ما اشتغلناش؟ ايوه، انت احنا دفعنا 1.5 مليون ولا 3 يا سامي؟ دفعنا الاول 1.5 مليون، بعد كده الهيئه المتطوعيه
قدرت المخالفة ب 5,650,000. دي القيمة الإجمالية للمخالفة، وجات مطالبة رسمية للنادي بهذا المبلغ علشان تسدد. أول ما سددناها كويس، يعني احنا سددنا المبلغ بالكامل دلوقتي؟ ايه يا فندم؟ سددنا المبلغ بالكامل ولا احنا؟ انا فهمت ان احنا سددنا 3 مليون جنيه، 1.5 في 1.5. تمام، فاضل تكملة المبلغ هنكمله وهنكمل اللي زي مطالبتهم. الأهم من ده كله بقى كمان ان احنا خدنا المخطط المعدل. يعني التعديلات خدت الموافقة عليها فعشان تتفادى الخطأ اللي حصل. بالظبط، بتاريخ 6/8 السنة دي 2019. يعني احنا لسه، يبقى هو ده اللي كان عطلكم بقى على الشغل، اللي قعدنا معطلنا أكتر من سنة. تمام. لو حضرتك هتبعت حد بكرة الشيخ زايد هتلاقي احنا بدأنا فعلا من بعد العيد أعمال التسويات وللمنطقة الجديدة اللي هي المرحلة الثانية بالكامل. وحنبدا ان شاء الله باذن الله خلال سنه نسلم المشروعات دي تباعا ورا بعضها. يعني باختصار شديد، المستهدف انك تسلم التطوير ده في نهايه الموسم كاملا، يعني هتسلمه تباعا لحد ما ينتهي في خلال عام. تمام. ماشي يا سامح، ده حاجه جميله جدا يعني. الحمد لله يا ربنا. انا حبيت بس اوضح الصوره كامله للناس، فاكره ان الموضوع متعطل خالص. طيب طمنا الجزيرة بقى، بقية الأسوار والبوابة الرئيسية إمتى يتم تسليمها؟ إحنا البوابة كان في جزئية في التراخيص حاليا شغال عليها جهاز المشروعات. أول ما يخلصوها إن شاء الله هنبدأ فورا ننفذها، زي البوابة مدينة نصر اللي هتفتتح قريبا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الحاجة اللي غير كده كمان، إحنا حاليا شغالين في إعداد المؤسسات الخاصة بالدور الاول والثاني في المدرج. احنا فتحنا الدور الارضي بالكامل لجهاز لفريق كره القدم. الدور الاول هيبقى عباره عن غرف فندقيه للفريق الاول، استراحه، يعني تقدر تعمل معسكرات بقى جوه النادي. تمام. جميل. الثاني غرف خلع ملابس لفرق الطايره والسله واليد علشان نهد المدرج القديم ونوسع بقى النادي كده ويروح على الاطراف. بالظبط. فده اللي جاي ان شاء الله في الجزيره باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. وبرضه متوقع يخلص امتى؟ احنا بس نخلص المؤسسات الاول وندي ميعاد. انا احب الحاجات محدده عشان طبعا. تمام. شكرا جزيلا للمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي، واعتقد جاوب لحضراتكم على ما يحدث في الشيخ زايد وأيضا خطة العمل سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر عشان تشوفوا الأهلي ماشي في كل الاتجاهات، خطة إنشائية متعددة الاتجاهات بالإضافة إلى أجندة رياضية أيضا حافلة بالارتباطات، والأهم السبت إن شاء الله سنة حلوة يا فايلر. السبت يخوض الأهلي المباراة المهمة أمام كانو سبورت البطل غينيا. تسمح لي اطلب من الاعداد بس لو يقدروا يجيبوا لنا برضه رؤوف عبد القادر يطمنا بسرعه كده على بعض الامور ونخش بقى عشان الناس بتسال كتير الفتره دي. طيب نروح للكوره على ما نشوف الكابتن رؤوف عبد القادر ان شاء الله. السبت سنه حلوه يا فايلر. الخواجه ريني فايلر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، المدرب السويسري اللي حضراتكم تابعتوا التعاقد معاه، يوم السبت عيد ميلاده. وحتى في المؤتمر الصحفي قال ان من المفارقه الطيبه ان اول مباراه رسميه ليا مع النادي الاهلي تكون يوم عيد ميلادي، فالراجل متفائل انها تكون بدايه مبشره ان شاء الله، وايضا يكون النادي الاهلي حاطط كل تركيزه وكل قوته في هذه المباراه علشان يحسم دخول دور المجموعات. انتوا عارفين ان ده دور ال 32، دخول دور المجموعات على طول من دور ال 16. دي كاميرا الأهلي موجودة مع البعثة في فندق الإقامة في ملابو عاصمة غينيا الاستوائية. النهاردة الفريق أدى تدريباته الجادة، يمكن بدأ يكتمل نصاب الفريق بالكامل. كان الفترة اللي فاتت المحترفين الأجانب مش موجودين، جيرالدو كان مع منتخب أنجولا، وليد أزارو كان مع منتخب المغرب، رجعوا وانتظموا في التدريبات، علي معلول كان مع منتخب تونس، وأيضا ألودي يانج كان مع منتخب مالي في الأجندة الدولية والمباريات الودية خلال الأسبوع الماضي. الأربعة انضموا للبعثة، يعني هتلاقوا الراجل برضو ما قادش الفريق مكتمل بكل عناصره إلا التمرينة بتاعت النهاردة
وبكره، وفي ضوء ده هيختار التشكيل اللي هيلعب بيه مباراه السبت الساعه 5 ان شاء الله. الملعب ملابو الجديد، المباراه الساعه 5 بتوقيت ملابو، 6 بتوقيت القاهره ان شاء الله. ملعب المباراه بيتسع ل 15,000 متفرج. الحكام احمد سيكو توري من غينيا بيساو، وبيساعدوا طاقم ايضا من غينيا بيساو. اول لقاء بين الفرقتين في تاريخ دوري ابطال افريقيا، تاني لقاء للاهلي في غينيا الاستوائيه بعد مواجهه ارينا سيمنتو كان في دور ال 32 في نفس البطوله سنه 2006، والاهلي فاز 4-0 في القاهره بعد تعادل سلبي في ملابو. عارفين الاهلي تاهل بسهوله شديده على حساب اطلع بره بطل جنوب السودان في مباراتين اتلعبوا في مصر بنتيجه 13-0 4-0 و9-0. كانوا سبورت تاهل على حساب ميكيلي الاثيوبي فاز عليه 2-1 في ملابه وتعادلوا بدون اهداف في اثيوبيا. رينيه فايلر خد معاه في هذه المباراه شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، معاه في خط الدفاع باشمهندس احمد فتحي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومحمود متولي ومحمود وحيد، وفي نص الملعب عمرو السليه وحمدي فتحي وحسام عاشور وصالح جمعه ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات ورمضان صبحي، في خط الهجوم واخد جونيور اجاي ومروان محسن وصلاح محسن واحمد الشيخ، وتقرر ان يلحق الرباعي الدولي علي معلول وآلو ديانج ووليد ازارو وجيرالدو بالبعثه انضموا لها بالفعل الى هناك بعد ما شاركوا مع منتخبات بلادهم. الناس تترقب بشوق يعني متلهفه تشوف الفريق اولا بشكله الجديد بتدعيماته الجديده ومن خلال جهاز فني جديد يعني بدأ في النظر اليه بارتياب ثم نوع من الغموض ثم الارتياح الان، لكن في الاخر اوراق الاعتماد لا تقدم الا من خلال الاداء والنتائج، وباذن الله يعني نشوف تقديم لاوراق الاعتماد في المباراه اللي جايه دي. السفير المصري حاتم حسونه سفير مصر في غينيا الاستوائيه حريص على حضور تدريبات الفريق ومصاحبه وملازمه البعثه طوال وقتها هو واعضاء السفاره المصريه والكابتن سيد عبد الحفيظ. ده آلو ديانج اهو داخل الفندق. ده آلو ديانج هو واصل. وعمل ماتش كويس. عموما معنا من ملابو الزميل شريف شعبان موفد قناه الاهلي الى غينيا الاستوائيه. مساء الخير يا شريف. الاخير استاذ ابراهيم تحياتي لحضرتك والكابتن عبد القاهر ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ايه اخباركم ايه؟ حطينا في الصوره كامله من كل ما يحدث عندك. شريف ايه تقطع الخط ولا ايه؟ طيب جيبه لنا تاني. يلا يا استاذ ابراهيم. الكابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس سمير عدلي كانوا سبقوا البعثة في السفر، ودي خطوة احترافية جيدة بيرتبوا فيها لكل أوضاع البعثة بحيث أنه أول ما سافرت كانت كل الترتيبات جاهزة سواء في الإقامة أو التدريبات أو التنقلات، وده أعتقد بيسهل كتير من راحة الفريق وإقامة البعثة. طبعا الخواجة والجهاز الفني السويسري الأول مرة ينزلوا أحراش أفريقيا، الراجل كان مندهش جدا من طول الرحلة، إيه ده كل السفر؟ بالنسبة لطول الرحلة دي يعني فكرني أتكلم فيها لأن ليه علاقة بموضوع الساعة البيولوجية، وهكلمك على المعلومات الخاصة بهذا الأمر لأن واضح إن الناس مش فاهمة مش مستوعبة يعني إيه الساعة البيولوجية يعني. طيب رجع لنا شريف شعبان من ملابو. شريف تبعني يا استاذ ابراهيم؟ اتفضل يا شريف حطنا في الصوره كامله عندك من كل ترتيبات الفريق. خليني اقول لك ان الفريق وصل واحده الظهر يمكن امس، يمكن عادي رحله طيران شاقه جدا استمرت حوالي 12 ساعه بالترانزيت، يمكن طار وصول البعثه اتجهت على طول الى غرف النوم او الغرف، وبعد كده وقت كان في تمرين الساعه 5 في المدرسه عشان خاطر فك العضلات هو تكون في تمرين الساعه 5
كان في عشاء وفجأة الأخوان عايز نوم بعد هذه التنبيه. في فرق توقيت يا شريف؟ ساعة. يا شريف شغلانة ساعة. ساعة ما بتأثرش كتير. هي المشكلة لما يبقى فرق التوقيت كبير. بس الناس كمان مركزة قوي ان فرق التوقيت هو بس الذي له علاقة بالساعة البيولوجية، وله علاقة بالنوم. والنوم طبعا له علاقة بالوظائف الحيوية. اما الارتفاع عن سطح الأرض، طول مدة الرحلة، المرور على أزمنة مختلفة في المجال الجوي، في حاجة اسمها الجيت لاك، يعني الصدمة في الطيران، يعني البيولوجية بتؤثر، بتخش على مراحل كتيرة في توقيتات مختلفة. حتى لو وصلت للمرحلة النهائية مفيش فرق في التوقيت، إنما بيتأثر الجسم. رجع تاني ولا إيه؟ اتفضل يا شريف. معاك يا كابتن. فرق التوقيت ساعة، معلش، الصلاة في أفريقيا لسه صعبة لحد الآن يعني. اتفضل. المهم فرق التوقيت ساعة، خليني أقول لك النهاردة اليوم كان مختلف. الأهلي بدأ يومه النهاردة في الصباح في الغداء أربعة، كان في محاضرة مصدرة حيث هو جهازه اللي بقت محاضرة من العميل التركيز فيها عن التركيز فقط في مباراة كان سبورت فريق بطل غينيا، وعدم التفكير في مباراة الزمالك خالص. الساعة 5 كان في أول تمرين للنادي الأهلي على ملعب اللي هتقام عليه المباراة. يمكن الجهاز الإداري طبعا، مدير الكرة سعيد وكابتن سمير عادل المدير الإداري، عملوا مجهود كويس جدا، أو قدروا يشتغلوا على ثغرة إن الأهلي أو بالعكس يشتغلوا. الأهلي يتمرن تمرينتين على الملعب مش تمرينة واحدة، فالأهلي فعلا اتمرن النهاردة على ملعب المباراة، وبكرة برضه هيتمرن على ملعب المباراة في نفس التوقيت اللي هتكون الساعة 5 التوقيت غينيا، الساعة 6 التوقيت القاهرة. الملعب ممتاز، ملعب كويس، ولكن نوع النجيله بس مختلف شويه عن النجيله اللي احنا متعودين عليها او بنشوفها، يمكن سميكه شويه، بس على العموم الملعب ما فيهوش نقر، ما فيهوش حفر المستوي. بعد التمرين كان في العشاء، واللاعبين طبعا طلعوا للنوم. بكره اليوم مختلف شويه، بكره هنبدا ايضا اليوم في الثامنه ونصف صباحا الفطار، وهتكون الساعه 10 في اجتماع فني هيحضروا طبعا من النادي الاهلي الكابتن سمير عدلي، وهيكون في الساعه 4 ايضا محاضره هتكون بالفيديو لفريق كانو سبورت، والساعه 5 باذن الله هيكون التمرين في نفس الملعب، والعشاء هيكون الساعه 7:30. يمكن دي كانت ابرز الكواليس. الرجوع بقى هيكون فيه يمكن اطول مده، اطول شويه من القدوم الى غينيا. يمكن الاهلي يوم الاحد باذن الله هيتحرك الساعه 1 الظهر باذن الله، هيروح مدينه دوالا في الكاميرون، وبعد كده هو الطيران تاني من دوالا اللي هيقعد فيها حوالي ساعه الى اديس ابابا، وهيقعد في اديس ابابا حوالي ساعتين، وبعد كده اديس ابابا الى القاهره. يمكن الرحله هتكون مرهقه ايضا في العوده، بس باذن الله الاهلي لها كما عودنا وزي ما اتعود الاهلي الفتره الاخيره، مستر فايرت بالسيد اي كبيره او صغيره بيتكلم في كل حاجه مع الجهاز المعاون على طول حريص، يبقى في اجتماعات مع الجهاز المعاون مع اللاعبين بيتكلم في كل صغيره وكل كبيره. خليني اقول لك كمان ايضا ان الشيف الدالي قايل مجهود كبار مع النادي الاهلي، وفعلا فرق جامد. الجهاز الاداري في النادي الاهلي كان عنده حق ان هو لازم يكون معاه شيف، ابتدى اللي عمله من العشاء من امبارح، والعشاء ثم الفطار ثم الغداء ثم العشاء. انا عارف كمان ان في دكتور تغذيه يا شريف. الدكتور هاني، دكتور تغذيه، برضه موجود معاكم. يعني طيب، فقدنا الاتصال مع الشيف شعبان، ان شاء الله نحاول نكلمه تاني. لكن ترقب لظهور الاهلي، اي الناس متحمسه، الاهلي السويسري بقى مشتاقه يعني. عارف انت المتلهفه، انا عمال ادور على الكلمه، في تلهف. انك انا شخصيا نفسي اشوف الاهلي واشوف، يعني طبعا صعب الحكم من اول او تاني ماتش يعني. هو ده اللي انا عايز اقوله لك، يعني مفيش حد ساحر، بصمته هتبان بسرعه شديده جدا على الفريق كاملا. مؤكد انه الشغل بياخد فترات، استيعاب اللعيبه للمهام هياخد فترات، فرض الشكل التكتيكي اللي الراجل عايزه واسلوب اللعب اللي هو عايزه هيتنفذ بنسبه بس كبيره ولا قليله. شوف حسب ظروف الجيم نفسه. الناحيه الفنيه انا متفق معاك في كل كلمه قلتها. لكن في حاجه ممكن تبان وتستشعرها، اللي هو العمل النفسي.
في 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 ايه يعني الشغل بقى، التلاحم مع المدرب، في بهجه في التمرين، في بهجه في العلاقه، في حماس، في تركيز، في احترام، في دي الحاجات اللي ممكن تشوفها بسرعه يعني. واضح ان كل الشغل ماشي على ازاي تقدر تحقق نتيجه ايجابيه. ديفيد سيزا المدرب العام عمل فقره خاصه للعيبه للتدريب على الكرات العرضيه، ووجه تعليماته للمهاجمين في التمركز واستقبال الكرات العرضيه، وايضا في الشوتينج من بره، وكان في شغل خاص في وحدات خاصه تدريبيه للمدافعين في التعامل مع هذه الكرات العرضيه بشكل سريع. السفير المصري زي ما قلت لحضراتكم السفير حاتم حسونه متواجد مع البعثه على طول، والاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره الاهلي ورئيس البعثه بيوجه له الشكر على كل ما تبذله السفاره المصريه من دعم ومسانده للبعثه طوال فتره اقامتها. مباراه مهمه، نتمنى ان شاء الله الاهلي يقدر باذن الله يحقق فيها نتيجه ايجابيه، ويقدر باذن الله تعالى يعود من ملعبه بنتيجه جيده ان شاء الله. ده في الملف الافريقي اللي كل الناس مترقبه وكل الناس متلهفه، ولعل المفارقه الطيبه انه مانويل جوزيه بدايته مع النادي الاهلي في 2001 كانت اول مباراه رسميه له كانت بره الارض افريقيه في انغولا مع بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو، وحقق فوز مهم خارج الارض. بما انك بتتحدث عن المفارقات، تكسب في انغولا 3 وتخسر في مصر 4. بس كان في دور المجموعات، فبالتالي ما كانش الحمد لله يعني بالظبط استطاع الاهلي ان يتجاوز ويتصدر ويكسب البطوله بالظبط. ده فيما يخص الملف الافريقي، لكن الاهلي والبطوله المفضله وموعد على الشاطئ. موعد على الشاطئ ضربه الاهلي مع بداية مثيرة للدوري الممتاز. النهاردة أجريت قرعة الدوري الممتاز في أحد فنادق القاهرة. اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم زي ما حضراتكم شايفين كانت حريصة على أنها تعمل جدول أو حفل لائق بمسابقة بطولة الدوري. حضر في الاتحاد يمكن فكرة أن أنت عايز تعمل دوري وعايز تعمل التزامات شديدة جدا من الأول، فبالتالي كان هناك تركيز على أن أنت تحط جدول منضبط جدا تقدر من خلاله تحقق موسم مختلف. الأستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد من البداية قال أن احنا هنعمل جدول يعلن بالساعة باليوم والساعة والثانية. النهاردة فوجئ الكل أن الجدول بيعلن ولكن بدون مواعيد، فقط قالوا الدوري هيبدا 21 سبتمبر يعني 21 الشهر ده، وهيخلص نهايه مايو ان شاء الله، لكن مين هيلعب مع مين امتى ما تحددتش. مين هيلعب مع مين اتعرف؟ اتحددت. امتى؟ قال لك لسه لما الاتحاد الافريقي كمان يحدد مواعيد. ما هي دي الاشكاليه قبل النهائي والنهائي نبدا نسكر المواعيد بتاعتنا. المهندس عامر حسين، هي دي كانت مشكلته. ان ما بتيجي ماتشات افريقيا بتحدث التغيير، فهم برضو في ذكاء في التعامل في الحته دي انه ما حطش المواعيد. طيب الاهلي موعد على الشاطئ لانه بدايته اسكندرانيه هيكون مع سموحه، وكانت ايضا الزمالك هيبدا في الاسبوع الاول مع الاتحاد السكندري، فاسكندريه ضد القاهره في الاسبوع الاول للدوري. الاهلي مع سموحه، الزمالك مع الاتحاد، المقاولين هيلعب مع طلائع الجيش، المقصه مع اسوان، انبي مع بيراميدز، حرس الحدود مع المصري، الاسماعيلي مع الجونه، اف سي مصر مع الانتاج الحربي، ووادي دجله مع طنطا. جديد الدوري او جديد هذا الجدول ما حبوش يخلوا لقاء القمه في نهايه الدور، لا، الاسبوع الرابع هتكون مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. هم مش ما حبوش، هم سابوها. يعني كان الاول بتتواجد. طيب نرجع لملابه تاني ومعانا شريف شعبان من جديد. شريف اهلا بيك، اتفضل. معلش انا اسف استاذ ابراهيم، واخد معاد لي برضه الاتصالات. بص يا ابني مش هنعذبك، لو لو الخط اتقطع يبقى مفيش نصيب. مش عايزين نعذبك. طب خليني معاكم وهو الخط موجود كده شغال، ادي لك رئيس البعثه الاستاذ طارق انديل ادمات وزاره النادي الاهلي اللي بيعمل مجهود شاق جدا. استاذ طارق بقى حقيقي احنا على الهواء دلوقتي، الاستاذ
الاستاذ خالد النوسي استاذ وكيل عبد القيعي ملك السبع الهواء مباشره مع يا استاذ طارق. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا طارق بيه. اهلا بيك يا استاذ طارق. الحمد لله. طمنا احوال البعثه ايه؟ والله الاجواء هايله جدا الحمد لله، البعثه كلها كالعاده بمنتهى الانضباط، وفي نفس الوقت يعني من جانب السفير ومن جانب الجانب الروسي الحمد لله عاملين معنا شغل كويس من ساعه ما جيت. الدنيا منضبطه كعادة النادي والحمد لله البعثه كلها ماشيه كويس جدا. الجو كويس يا فاميليار و... الجو اللي هو الاستوائي اللي الرطوبة عالية وفي تقلب. ومطر في بعض الأوقات. بعض الأوقات في المطر. ريني فايلر انطباعاته إيه على أول رحلة بقى له في أفريقيا؟ الخواجة انطباعه إيه على أول رحلة له ينزل فيها أفريقيا؟ لا ما شاء الله مندمج جدا، يعني ما فيش أي حاجة بالنسبة لي تحسسك إن هو في غربة عن الجو أو أي حاجة. يعني سواء ما كنا موجودين في الطياره مع بعض وفي الترانزيت اللي هي مع طول الرحله، انما مبتسم ودود مع المجموعه كلها ومع الاكبر، ما فيش اي حاجه غريبه يعني الحمد لله. الجو حر برد؟ لا ما انت قلت لي استوائي بس، يعني درجات الحراره عاليه ولا زي مصر تقريبا؟ درجة الحراره عاليه ما بيلطفها، بس انا بقول حاجه كده حته بعض المطر بينزل شويه فالجو بعدها بيبقى اهدى شويه في الحراره، لكن في حراره طبعا موجوده. السفريه الشاقه الطويله دي يعني اجهدت اللعيبه ولا قدروا يتجاوزوا الموقف ده دلوقتي؟ المفروض الحمد لله لا، الدنيا هتلاقي ان هم امبارح على طول بعد ما وصلنا حوالي الساعه 5 كده كانوا متواجدين في التسجيل اللي هو قدام الفندق نفسه، يعني في حاجه ملحقه بالفندق حديقه كده كان مرتب فيها على طول كده، كان مرتب فيها الكابتن سيد المهندس سمير مع المدير الفني ان هم يقعدوا من خلال المدير الفني او مؤسسه. فالدليل الحمد لله ان مفيش يعني في تعود على الجوده، يعني ما حسيناش بحاجه الحمد لله من الناحيه دي من ناحيه الدعم. المعسكر بتاع او فندق الاقامه على اطراف البلد ولا جوه البلد، بحيث ان يعني تقدر تقول لي البلد شكلها ايه كده؟ انا شايف في شياكه كده في الشوارع، ما اعرفش ده لان بعيد عن وسط البلد ولا ايه؟ لا هو حاجة اللي تستغرب لي ان هو البلد على كتيره، ففي نفس الوقت الشوارع نظيفه جدا، يعني الشوارع نفسها اكثر من ممتازه، ارضيه شوارع كده وحاجات ماشي فيها. في نفس الوقت الفندق من الفندق الملعب الماتش اللي هو الاستاد نفسه حوالي 10 دقائق تقريبا بالعربي، مسافه كبيره. في جاليه مصريه ولا؟ هي البلد بس، هي البلد نفسها ملعبه وهي متواجده في سوق جديده نفسها في وسط البحر. هي دي البلد. في جاليه مصريه بشكل مكثف ولا اعداد قليله طارق بيه؟ أعداد مش كبيرة بس هي متميزة كلها في مجموعة المقاولين العرب، لأن شفت المقاولين العرب يعني عاملة شغل كبير جدا هنا جوه البلد وفيها تواجد ملحوظ جدا كمسؤولين عنها وأفرادها مع الجانب الروميني هنا جوه البلد نفسها، فالتواجد هو أساسا هو مجموعة المقاولين العرب. طب والإحساس الإعلامي بالمباراة والناس مهتمين قوي ولا مش 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 حاسين ان في يعني المتابعه المعتاده في افريقيا؟ لا هو مهتمين ده كده، سواء اول ما نزلنا من المطار كان في بعض الجمهور منهم يعني كان متواجد في المطار نفسه واحنا نازلين، بس هو الغالب عليها ان يعني عندهم الحمد لله ان هم رفيعين شويه في التعامل مختلفة عن بعض دول أفريقيا، ما في استقبال كده بتغليف على طول تسجيل الفريق بتاعهم وكده، كانوا واقفين بألفة شوية.
ففي في حسب برضه التلفزيون بتاعهم امبارح في كده بنتفرج بصوت لانهم جايبين عن الاهلي وعن الاستقبال وعن اجواء المباراه وكده، ففي الحته الاعلاميه متواجده عشان هو الفريق ده برضه فيه جزء كده اللي هي قريبه شويه من حته تعاملهم مع اسبانيا من الناس الموجوده جوه الفريق نفسه. فدي شد الناس في البلد من اهتمامهم بالدوري الاسباني اكثر. الملعب سعته كام يا طارق بيه ولا ما عندكوش؟ 16,000 باين؟ 16؟ 15,000 تقريبا في الحدود دي. حوالي 16-18,000 تقريبا في الرينج ده تقريبا. على اي حال يعني تحياتنا للبعثه وعارفين ترجعوا لنا موفقين باذن الله. متشكرين جدا يا طارق بيه. الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للاستاذ طارق انديل رئيس بعثه النادي الاهلي عضو مجلس الاداره، ولزميل شريف شعبان موفد قناة الأهلي إلى ملبو. كابتن سيد عبد الحفيظ استقبل النهاردة تفاصيل قرعة الدوري، لكنه قال لك لا مفيش تعليق أبدا على قرعة الدوري ولا حتى على مباراة السوبر اللي جاية اللي تحدد لها يوم 20 الشهر الحالي، لكنه قال حاليا لا حديث إلا عن مباراة كانو سبورت الأفريقية وكل تركيز الفرقة والجهاز الفني في مباراة السبت الأفريقية. مباراة السوبر بالمناسبة في احتمالات كتيرة انها تتلعب بدون جمهور وانها تتلعب في استاد القاهرة ربما، يعني مطروح ما بين برج العرب ولو جات القاهرة هتكون ما بين استاد السلام او استاد القاهرة، وده كلام جاري الاتفاق عليه والمشاورات من فترة عشان ما حدش ينسب الامر لنفسه. فكرة انه المباراة بين الاهلي والزمالك المباراة جاية في توقيت ربما في اعتبارات معينة تفرض اقامة المباراة بدون جماهير، فبالتالي نتمنى ان شاء الله انه بجمهور او بدون جمهور تخرج مباراه سوبر بجد والله مباراه تليق ان هي بطل دوري وكاس اللي بالمناسبه ده دوري او سوبر السنه اللي فاتت، لسه في سوبر السنه دي، فبالتالي ده سوبر باثر رجعي. هنشوف القرار نتمنى ان يبقى الجمهور يا استاذ ابراهيم، لان هنواجه اللحظه دي هنواجهها، بس نتمنى ان كل طرف عليه مسؤولية تجاه الجماهير. بالظبط، يعني نقوم بدورنا. يعني لما يقال أن المباراة من الأفضل تقام بدون جماهير أو جماهير قليلة نظر لحالة الاحتقان، أنا متفق مع المقولة دي، بس يا ترى مين ليه الاحتقان؟ مين سبب الاحتقان؟ صحيح، يعني طب ما نزيل أسباب الاحتقان، ما نبتعد عن وسائل الاحتقان، يعني هو ده الاجدى، مش ان انا اضحي بالجماهير واستمر في شحنها، يبقى ده ديلما مش هنخرج منها. يعني الصح انك انت ترجع الجماهير وتعالج اسباب الاحتقان مش العكس. طيب قلت لكم الاهلي على موعد مع بطولته المفضله، الاهلي بيدخل هذه البطوله وهو صاحب القيمه الاعلى تسويقيا حسب موقع ترانسفير ماركت. الأهلي صاحب القيمة التسويقية الأعلى في الموسم الجديد 2019-2020، قيمته التسويقية باشمهندس 31.93 مليون دولار، يعني ما يقرب من 32 مليون يورو. نادي الزمالك الثاني 20 مليون يورو و93 من مية. الزمالك بيتفوق عن بيراميدز صاحب المركز الثالث 20 مليون 40، ثم مصر المقاصة 7 ملايين يورو، الإسماعيلي وبعد منه، ومن المقرر زي ما قلت لك الدوري يوم 21 إن شاء الله. قيمة تسويقية عالية 32 مليون يورو. ما هو أنت لو حولتها بالمصري تقترب من 3/4 مليار. وده وضع يعني هي تبدو عاليه، لكن انت لما تقيس حتى في المنطقه وفي الخليج. طب هي قيمه تسويقيه وفقا لما تضمه من لاعبين؟ طبعا، يعني ده اجمالي اسعار لعيبتك اصولك. ايوه اصولك. اه بتترجم الى اموال، اصولك اللي معظمها قيم اللاعبين. وقيم اللاعبين مش معنى انك دفعت فيهم كام، هم يسووا كام دلوقتي في السوق. لان فيهم ولادك ما دفعتش فيهم حاجه. بالظبط، بس ليهم سعر. بس ليهم سعر. كمان بحجم شعبيتك وبحجم
يعني الايمج بتاعك، الصوره الذهنيه عنك، كل ده بيبقى له يعني تاثير على القيمه التسويقيه. وفي الاخر ده بيترجم لما تيجي انت بقى في الرعايات وفي الحاجات دي ولهذا يحصل الاهلي على اعلى مردود في البث التلفزيوني في الرعايه، لانه لا ما هو انت معنى انك بتصرف كتير على الكره يعني عندك جود كواليتي، نوعيه جيده، خامه حلوه، اذا انت الذي تسعى بجديه الى تطوير نفسك ووضع نفسك في مكانه معينه. ولكن هي القيمه التسويقيه لازم تبقى مرتبطه بالقدره الماليه بتاعتك، لان هي لو تجاوزتها عندك مشكله، ممكن تبقى يتوقف حقك في الترانسفير او في الانتقالات في موسم الانتقالات، ويحصل معاك تحقيق. وده بيحصل في اوروبا، انك انت لما تبقى يعني انفاقك او التزاماتك لا تترجمها ميزانيتك، اللي هو خلل في قواعد اللعب المالي النظيف. لعب المالي النظيف انك انت تقدر تفي بكل التزاماتك، معلكش ديون، ما مش كل يوم وتاني عندك مشكله وتروح للفيفا وديك سقف. ما هو انت لو انت ما عندكش الملاءه الماليه التي يعني تناسب التزاماتك، ها ده معناه ان هيبقى عندك مشاكل، والمشاكل دي على طول بتروح وتترجم في شكل شكاوى للاتحاد الدولي. فاعتقد ان احنا على وشك ان احنا يعني يطبق علينا بعض المعايير اللي ممكن تنقلنا للاحتراف رغم انفنا ان شاء الله. قرعه الدوري زي ما قلت لكم الاسبوع الاول هقول لكم ماتشات الاهلي سريعا. الاهلي هيبدا مع سموحه، الاسبوع الثاني يلعب مع الانتاج الحربي، في الاسبوع الثالث هيلعب مع اسوان، الرابع هيكون مع الزمالك لقاء القمه، في الاسبوع الخامس مع الجونه، وبعد كده مع المصري، وبعد كده مع وادي دجله، في الاسبوع الثامن هيلعب الاهلي مع حرس الحدود، وفي الاسبوع التاسع الاهلي والاسماعيلي، والاسبوع العاشر الاهلي عندنا لقاء والاتحاد هنعرضه من هناك عشان شريف شعبان بعت حاجه ظهر. وختام الاسبوع هيكون الاسبوع ال17 الاهلي مع طلائع الجيش. ده قرعه الدوري، لكن الزميل شريف شعبان موفد قناه الاهلي معاه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، ما نقدرش نتاخر على الكابتن سيد، اتفضل يا استاذ شريف. مشاهدي قناه الاهلي، يمكن من داخل غنيه الاستوديو معي مدير الكره الكابتن عبد الحفيظ في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. كابتن سيد بنحييك، سبقت البعثه بيوم، ملعب المباراه اللي بنلعب عليه بنتمرن عليه تمرينتين النهارده وبكره ما بتحصلش طبعا، الناس متعاونه مع حضرتك طبعا، علاقاتك او جيت عرفت تستغل المخرج اللي تطلع منه ونعرف نتمرن على ملعب تمرينتين مش تمرينه واحده. يعني طبعا يمكن بشكر برضو كل المسؤولين هنا، الناس كانت عندها استعداد رهيب جدا في التعاون، حتى تعرف القواعد بتقول ان انت تتمرن مره واحده، لكن هم الناس فتحوا لنا الملعب وفتحوا لنا الملعب على يومين، حتى اي حاجه بنطلبها بيستجيبوا بشكل كويس قوي، الناس الى حد كبير جدا مسلمين جدا، اسم الاهلي كمان فارق معاهم بشكل رهيب قوي. ان شاء الله الرحمن تتختم بلقاء كويس باذن الله ونحقق المكسب باذن الله. ارضيه الملعب بنجيله غريبه شويه؟ لا، هي ارضيه الملعب الى حد كبير مقبوله بالنسبه طبعا لملاعب كتيره واستادات كتيره الى حد كبير كويسه. طبعا هي اتلعب عليها كاس امم افريقيا هنا 2015 متهيألي، يعني كانت هنا في هنا في غينيا. يعني ان شاء الله نكون كويسين، ملعب يساعدنا والاجواء تكون في صالحنا، المناخ حتى الملعب، المباراه بقت الساعه 5 ودي حاجه كويسه. الاربعه المحترفين جم الحمد لله، ازارو، ديانج، معلول، جيلاردو. يمكن شايف ديانج نزل في تمرين، شايف معلول نزل في تمرين، هو بس ازارو ازارو عشان حته طبيه شويه، عنده جزف او عنده حاجه خفيفه في الرباط الداخلي كده، ممكن بكره يبقى موجود معانا ان شاء الله الرحمن. جيرالدو يمكن امبارح قدم مباراه كويسه وجاب جول كويس قوي، فبرضه كان في حاله تعب، رحله طيران بعيد قوي وطويله قوي، لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله على بكره كلهم هيكونوا موجودين معانا باذن الله. اتفاق الراجل مرحله جديده، جهاز فني جديد، الراجل بيساب كل كبيره وصغيره على طول، اجتماعات مع حضرتك مع اللاعبين، بيتكلم في كل تفصيله، بيتفرج على كل حاجه، متفائل بهذه المرحله. هختم بالكلام اللي انت قلته، هبدا بالكلام اللي انت قلته اللي هي التفاصيل اللي في عالم كره القدم مهمه جدا، قد تكون مش مجديه او كبيره عند بعض الناس، لكن في الكره مهمه جدا جدا جدا، التفاصيل الصغيره بتديك بطوله، التفاصيل الصغيره بتخليك متفوق على فرقه اثناء الجيم نفسه واثناء البطوله نفسها، او في الختام بيحصل النتيجه اللي
ايجابيه. ان شاء الله نكون موفقين. عندنا بدايه موسم في البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، مرحله ما قبل المجموعات ومرحله ما بعد المجموعات، لكن لازم تفكر فيها واحده واحده، لازم التركيز يكون عالي جدا. افريقيا في ثانيه الجو بيتقلب من سيطره الى عدم تفوق بالنسبه لك، فلازم تكون مركز من الثانيه الاولى لحد صفاره الحكم باذن الله. اخيرا كابتن سيد، اخيرا معلش، استقبلت ازاي جدول الدوري الممتاز النهارده؟ بدايته قوية طبعا، لكن خلينا نقول برضو ان الحياة بتعلمك ان انت عندك مرحلة دلوقتي اللي هي بطولة افريقية او مباراة في البطولة الافريقية وبعدين مباراة السوبر وبعدين هنبص للجدول. جدول بدايته يعني اعتقد ان انت بتكلم على سموحة وبعد كده الانتاج وبعد كده اسوان وبعد كده الزمالك وبعد كده الجونة، ما بين يعني هتتحفظ؟ يعني المباريات صعبة طبعا بالتأكيد، كل واحد له أهدافه، لكن خلينا ناخدها واحدة واحدة زي ما قلت لك، خلينا في افريقيا وبعدين السوبر وبعدين نشوف الدوري بإذن الله. شكرا. مشاهدي قناة الأهلي، ده كان لقاء خاص وحصري مع مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ من داخل ملعب المباراة اللي هتقام عليه المباراة يوم السبت بإذن الله الساعة 5 بتوقيت غينيا، السادسة بتوقيت القاهرة. دعواتكم ودعوات كل المصريين بإذن الله الأهلي يفوز على كانو سبورت بطل غينيا. دمتم في أمان الله. طيب اطمنتوا على البعثة، لكن يا باشمهندس لما تكون أنت متهم بالحفاظ على حقوق النادي نعمل إيه فيك بقى؟ نعمل ايه فيه؟ والله العظيم يعني الحقيقه بعد الفاصل خلينا نحاسب المهندس عدي القيعي المتهم بالحفاظ على حقوق النادي لانه بيته من ازاز. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اعتقد بعد حوالي 480 حلقه تقريبا داخلين على مشارف 500 حلقه ملك وكتابه. لما تقولوا كنا بنتكلم قبل كده في 3 ساعات، يعني بنتكلم في حوالي 1500 ساعه تقريبا من ملك وكتابه. كافيين جدا ان حضراتكم تكونوا حفظتوا كويس قوي منهجيه ملك وكتابه، شخصيه البرنامج، طبيعه البرنامج، لغه البرنامج، المحددات القيميه والاخلاقيه لملك وكتابه، اللي دايما وابدا بتخلينا مترفعين دائما عن اي تجاوزات قد تحدث. لكن عندما يتعلق الامر فيما يخص النادي الاهلي فلا مجال للسكوت. حقوق النادي الاهلي لا مجال للتهاون. سمعه وقيمه الاهلي لا مجال للتسامح. فيما يتعلق بشخصنا كثيرا ما ينال البعض، وكثيرا ودائما ما نترفع، ومؤمنين دائما وابدا بكل مقولات وقيم الترفع الكثيره اللي انتم حفظتوها عننا. لكن لما يتعلق الامر باي محاوله للمساس بذمه، لا، اي لسان هيتطاول فيما يخص الذمم الماليه هيتقطع. اي حد ما عندوش اهم من سمعته، من قيمته، من مكانته. فبالتالي بنناقش بمنتهى الوضوح أي اتهامات تتعلق بمثل هذه الأمور حفاظا على القيمة والقامة. الزميل عبد الشافي صادق الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي خرج علينا في قناة الحدث اليوم متحدثا عن المهندس عدل القيعي فيما يخص أمر ظهر فعلا أنه المهندس عدلي متهم بالحفاظ على حقوق النادي. تابعت كويس قوي اللي انت قلته. اضيف عليه كلمه، انا مش هرده من باب ان انا برد على حد، انما من باب الناس تعرف واوضح الامور اللي من كتر الشوشره تبتدي الصوره كده تبقى مهزوزه. يعني موضوع جيرالدو ده من المضحكات المبكيات، يعني لان تحب تسمعه الاول هو قال ايه عشان لا لا يعني طيب نسمع الزميل عبد الشافي صادق قال ايه فيما يخص جيرالدو وصفقه جيرالدو ونرجع نسمع كلام المهندس عدلي. الورق ده يا سيدي فيه لاعب اسمه هيرمان جيرالدو انتقل نادي الاهلي. المهندس عبد القيعي طلع للراي العام وقال احنا جبناه ب 600,000 دولار وانه ملهوش وسيط او ليس له وكيل اعمال، وفوجئت ان وكيل اعماله اللي هو هشام بن صالح وهو تونسي يرسل لي الاوراق كامله ان هو وكيل اللاعب وان المهندس عبد القيعي لا يقول الحقيقه
وان هو عايز نصيبه من الصفقه بعد ما تم الاتفاق للنادي الاهلي وتم الاتفاق في 1 نوفمبر، وكمان في زي ما بيقولوا توكيل للاعب لهشام بن صالح الراجل وكيل الاعمال اللاعبين التونسي مع هيرمان جيرالدو. تفويض يعني. تفويض ان هو ما ينتقلش الا من خلاله، وان حسب الورق اللي معايا دي ورقه اهو وماضي عليها هيرمان جيرالدو وهشام بن صلاح انهم متفقين ان هو يروح على النادي الاهلي ب 2 مليون دولار و 200 الف دولار. تاني 2 مليون دولار و 200 الف دولار في الوقت اللي قال فيه المهندس عبد القيعي انا وفرت على النادي الاهلي وجبته ب 600 الف دولار وما لهوش اي وكيل لاعبين. هشام بن صالح انا هتخليني اقلب في الورق وكنت عاوز اقول حاجات كتير. هشام بن صالح تقدم بشكوى للنادي الاهلي وقال له انا عايز نصيبي او عمولتي حسب الموجود هنا بصفه الايجنت بتاع اللاعب، انا عايز عمولتي من اللي تم الاتفاق عليه ماشي. وحتى لو قريت تفاصيل العقد احمد هتلاقي انه يحصل على 200 الف دولار عند التوقيع وبقيه العقد الممتد لاربع سنوات بيتم تسديده على مدار الاربع سنوات. هقولهم بالارقام 450 الف دولار في السنه الاولى، 500 الف دولار في السنه الثانيه، 550 الف دولار، 600 الف دولار في السنه الرابعه. ده على غير اللي قاله المهندس عادل القيعي اطلاقا. وهشام بن صلاح قدم شكوى للنادي الاهلي وقدم شكوى للاتحاد الدولي لكره القدم بيطالب بحقه في الصفقه بصفته الايجنت بتاع اللاعب. وانا عندي ورق تاني بيقول ان هو مش ايجنت وبس، كمان ان هو في اتفاق مسجل بينهم بارقام جوازات سفرهم يا شادي مسجل في الاتحاد الدولي ان هشام بن صلاح هو الوكيل غير الكلام اللي روجه له المهندس عادل القيعي. وعندنا صوره من العقد وعندنا صور من الحاجات الموثقه، حتى في رساله لنادي اول اغسطس الانجولي للنادي الاهلي بيقول ان هو وكيل اعماله هو هشام بن صلاح. انا بتكلم على عمولة الراجل اللي انت جاي بتقول ملوش حد، والراجل بيقدم لك وثيقه رسميه موقع عليها الطرفين اهو. طيب اخونا الاستاذ عبد الشافي هو بيتكلم على عمولة الراجل، بس قال انه حريص قوي على عمولة الراجل التونسي هشام بن صالح، وفي روايه اخرى هشام بن صلاح ما علينا. بس هي الفكره ايه؟ قال لك هو اصلا الراجل معاه ما يثبت انه الاهلي اشتراه ب 2 مليون دولار و600 الف دولار. لا هو عايز يجيبه، هو عايز يجيبه لنا ب 2 مليون و100 دولار و100 الف دولار و100 الف دولار. لكن المهندس عادل القيعي عكس ما قال المهندس عادل القيعي انه جابه. طب سيبكم من المهندس عادل القيعي اللي قاعد قدامنا دلوقتي، ما نرجع للمهندس عادل القيعي بتاع 2012 يعني تقريبا من 11 شهر دلوقتي، لما رجع من لواندا من انجولا خلص صفقه جيرالدو وساعتها حكى لحضراتكم اللي حصل. سيبنا من المهندس عادل القيعي اللي قاعد، نروح للمهندس عادل القيعي بتاع 2012 2019 وال 2018 واللي قال وقتها. لكن اللي كان العقبه يا استاذ ابراهيم حتى من قبل ما سافر من القاهره دي كانت المشكله، وخفت انها تؤثر على مسار انتقال اللاعب الى النادي الاهلي. تدخل اكتر من وكيل في الموضوع. كل واحد يقول لك انا عندي منديت وعايز ياخدك لوحدك وعايز ينتزع منك ورق من النادي الاهلي ان هو اللي بيمثل اللاعب، تترتب عليه حقوق ليه بقى. فطبعا انا بقيت في حيره، احسم الموضوع وانا في القاهره هنا ولا وانا على الطياره اقول لهم خلاص اللي يعرف يقابلني في انجولا واللاعب يقول لي هو ده الوكيل بتاعي هو ده اللي هتعامل معاه. وفي كل الاحوال جبتها لهم على بلاطة. الوكيل اللي بيكلمني ده بيمثل اللاعب ولا يمثلني؟ يعني ما حدش ملوش حقوق عندي. ما تجيش تقول لي انا قلت لك على اللاعب، اللاعب ما حدش قال لنا عليه، ما هوش في المجهول. ده لعيب لعب معانا قدامنا وشفناه. فطبعا قررت ان انا الجا للحل الثاني. وفعلا وانا قبل ما اتوجه المطار حصل اتصال من احد الوكلاء، استغربت جدا حتى الحوار. يا استاذ عدلي انت، هو من يعني شمال افريقيا، من شمال افريقيا، انت مسافر تجيب جيرالدو؟ كنت بعتنا بقى جواب انتظرونا
لنادي اول اغسطس. قلت له حضرتك يعني انا مندهش جدا، انت بتسالني ليه؟ هل عشان ما قلتليش؟ قلت له طب اقول لحضرتك ليه؟ باعتبارك ايه؟ قال لي باعتبار ان انا وكيل اللاعب. قلت له اهلا وسهلا، قابلني هناك. قال لي على فكره الرئيس النادي مش هيقابلك لانه هو بعت لي جواب وانا بعت له جواب وقال لي مش هيقابل، خليه الاول يقول العرض بتاعه عن طريقك وبعدين. قلت له لا مفيش كلام من ده، انا مسافر، ابعت جواب ليه وانا مسافر؟ يعني انا رايح اقابل واحد ابعت له جواب؟ فمن فضلك انا ما عنديش مشكله، على راسي من عيني وراسي، اتفضل حضرتك انت بتمثل اللاعب قابلني هناك. قلت له وانت في اللحظه اللي بتقول لي انا بمثل اللاعب في واحد في النادي الاهلي النهارده مصري بيقول انا بمثل اللاعب و معايا منديت منه معايا. قلت له انا لا يعنيني هذا الامر، اللي بيمثل اللاعب هو اللي هيتكتب في العقد، اللاعب هو اللي هيقول مين اللي بيمثلني. وكنت عرفت بقى ان هو له وكيل انجولي زي اللي هو مكتشفه او حاجه زي كده. فقلت من المنطقي ان انا لما اروح هناك مش هقابل غير الانجولي ده، وده اللي حصل. التراجي كان داخل في الصفقه؟ والله اللي اتقال لي يعني الوكيل اللي هو التونسي، التونسي اللي كان بيقول انا الترجي. طب لما كلمه كنت في المطار راح لك هناك ولا ما ظهرش؟ لا ما جاش، ما جاش يجي ولا جه هنا، هو بس حدف كلمتين جدا النهارده عشان يبوخ الليله لانه مش فيها حاجه اسمها حاجه بن صالح ولا هشام ما اعرفش. حاجه بن صالح قال يعني الاهلي اشتراها بعد ما كان المفروض يستنى، ولو كان استنى كان خده ببلاش. وليه الاهلي دفع 600,000 دولار؟ قال لك دفع مليون دولار. دفع مليون دولار وكنت اقدر اجيبه له 600. طيب والاهلي ما دفعش مليون اصلا؟ لا دفع 600. فقط 600,000 دولار. 600 600,000 دولار. انما الفكره كلها ده هو ده دليل ان ما كانلوش دور. ايوه يعني الكلام اللي طلعه النهارده دي الحرقه بقى. ايوه طيب قال ان كان في كلام مسبق من بدري مع النادي الاهلي. النقطه المهمه ما فيش هوكا اللي هتاخد حاجه من النادي الاهلي في هذا الامر. ايوه وهو برضه لما قلت له قال لي ازاي ده انا بعت لك جواب. قلت له يعني انت بتقول لي على لعيب انا عارفه وشايفه وبتقول لي ان عندك من ديت منه انك انت بتمثله ازاي انت تبقى محامي بتاعه وبتاعي؟ ما ينفعش. صحيح ده حتى الفيفا ابتدت تتنبه لده. ورغم هذا الناس ماشيه بالمنطق ده، عايز ياخد منك ومن النادي ومن اللاعب، يعني ما ياخد من كل حد 10% زي ما هم بيطلبوا يعني، يعني اللاعب فجاه يزيد 30% لتدخل واحد في النص ملوش دور. اتكلمت معاه اللاعب جيرالدو؟ لا ما انا قبل ما اروح يا كابتن سيد اعرف لي مين وكيل الراجل ده. فقال لي جيلبرتو ساله قال له لا ده انا الوكيل بتاعي انجولي ومحدش تاني. قلت له عشان هيكتب ده كده هو في الاتفاق يعني. مفيش وكلاء هياخدوا حاجة من الأهلي، ده الكلمة كانت واضحة. وهنا يبان الخلاف بين اللي احنا بنقوله واللي الأخ عبد الشافي بيقوله. عبد الشافي معاه ورق بعته له هشام بن صالح الوكيل التونسي اللي ورد. هي فين القضية يا أستاذ إبراهيم؟ والله أنا متضايق إن احنا بنرد. تصدق إن أنا فين القضية؟ راجل بقول له أنت وكيله أهلا وسهلا مطلوب مني إيه؟ بيقول لي أنت ما قلتليش إنك مسافر. أقول لك ليه؟ هو أنت الوكيل بتاعي؟ انت الوكيل بتاع اللاعب روح قابلني هناك. بالظبط انت تكلمه هو، بتكلمني انا ليه؟ ايوه هو ما قدرش يكلمه هو، قال لي رئيس النادي مش هيقابلك. قلت له طيب خلاص انا مالكش دعوه بيا بقى، هروح انا لواحد مش هيقابلني. يعني قصه عجيبه جدا وبيقول لك كأنه عفا يعني مشكله. هو ايه ده يا اخوانا ادرسوا حتى يعني انت عايز تدي واحد يعني ألم ولا تعلم عليه؟ ادرس. مش انت اشكرك انك انت بنت للراي العام قد ايه ان كان في حرص على مصلحه الاهلي وان احنا مش اي حد يضحك علينا. وهنشتري ب 600,000 دولار مش هنشتري دلوقتي ب 2 مليون. دلوقتي هشام هيشتكي او اشتكى. افرض ان الفيفا حكم له. ايوه تبقى هزيمه ضد الاهلي؟ لا، اللعيب هو اللي قال ده مش وكيلي. ده دي مساله تخص اللعيب، انا ما اقدرش اقول للعيب اشتغل مع الوكيل الفلاني. انا لما رحت انجولا وجيلبرتو جابوه، مين وكيلك يا عم؟ جه مع واحد. فعلا الراجل ده جيرالدو ما بيتكلمش،
هو اللي بيتكلم. وبعد ما خلصنا كل حاجه تعالى جيرالدو امضي بقى بعد. انا عمال اتصل بالكابتن خطيب، المهم 4 ساعات عمالين تليفونات وبعدين امضي. فالراجل قال بكره اما اقابل رئيس النادي. اتضح ان له دور مع رئيس النادي ايضا، واتضح ان هو راجل يعني زي ايه عنده اكاديميه، هو اللي اكتشف جيرالدو وخده وقدمه واستمر معاه. انا ده لا يعنيني كل ده، لان انا يعني حتى اول كلمه قلتها لهم الاهلي مش هيدفع عمولات لحد. انت مش الوكيل بتاع اللاعب، منك للاعب، تبقى انت اللاعب اللي يديك بالظبط منح اللاعب، او بتمثل النادي الانجولي تاخد من النادي الانجولي. لكن انا مش محتاج حد، انا اعرف اللاعب. ده جون امبارح في مباراه مع منتخب انجولا ضد منتخب في جامبيا. في جامبيا يعني فانا اللي عايز اقوله لك الموضوع ما يستحقش الرد، لان حتى طيب الاهلي اشتراه بكام؟ الاستاذ شادي ما 600,000 دولار. هو بيقول لك هو ليه مصمم الاهلي خده؟ هو الورق اللي جابه له هشام بن صالح. هشام قال له انا عرضته ب 2,100,000 على اساس النادي ما اعرفش ايه جابوا الرقم ده حتى منين يعني. طب يعني انا غلطان ان انا ما رضيتش اخده ب 2,100,000 ورحت خدت حتى الاستاذ شادي قال له كده. الاستاذ شادي قال له كده. شادي عيسى قال له فين الموضوع؟ طب ده راجل انت بتتكلم على حق وكيل. والاستاذ احمد جمال قال له الله ده ما هو كده بيوفر للاهلي. يعني ما انا بقول لك انت متهم بالحفاظ على حقوق الاهلي. ده هو قال كذا نقطه الحقيقه، بسم الله ما شاء الله يعني كانوا احسن من بعض وخدمني فيهم كلهم يعني. طيب نسمع كمان الزميل عبد الشافي الصادق وهو ماسك حاجه تانية مهمه. هل المهندس القيعي نسي انه تعاقد مع لاعب اسمه احمد خالد اللي هو مسمينه كارلوس، وهذا اللاعب تعاقده معاه وان هو غير صالح فنيا وتم التعاقد معاه لمده 4 سنوات والاهلي لم يظهر في النادي الاهلي، ولما اكتشف النادي الاهلي انه هذا اللاعب مشي من انبي ومشي من النصر التعدين ومشي من الشرقيه لاسباب فنيه لا تناسب امكانيات النادي الاهلي، وان المهندس عبد القيع هو اللي ورط النادي الاهلي في هذه الصفقه فتم الخلاص منه، وهذا الموضوع كان محل تحقيق. يعني احنا بنتكلم في قضايا كتير المهندس عبد القيعي لا يتحدث فيها، لكن يتحدث على محاولات افساد فرحه الاخرين، وهي الاخرين اللي انا اقصده فرحه نادي الزمالك ببطوله كاس مصر. ربما هو متواجد في قناه الاهلي عشان كده. لا هو في، لا انا عاوز اقول حاجه تواجد مشكلته مش عشان التفاصيل دي، انا قصدي تواجد على اعتبار ان هو يبقى يفسد الفرحه، مش غرض بقى التفاصيل التفاصيل يعني. لا التفاصيل دي خد عقابها هو. طيب كان عقابها ايه؟ موجود لسه اكمل يا شاد. عقابها انه كان مدير لجنه التعاقدات فتم اطاحه بيه وخلوه مستشار لجنه التعاقدات، يعني احتراما لسنه الكبير. انت عارف دايما الانسان لما يتقدم في العمر فاحيانا يشوف الامور على غير حقيقتها يعني. فالمهندس عبد القيعي له ملف كبير، يعني لو فتحنا ملف احمد خالد الشهير بكارلوس اللي راح النادي الاهلي ومحدش توقف عنده، كمان ملف اللاعب البرازيلي هيدريك اللي دلوقتي عاقب النادي الاهلي جات له عقوبه من الاتحاد الدولي $1,000,000 لهيدريك، وهيدريك برضه كان مسؤوليه المهندس عادل القيعي ومحدش شافه في النادي الاهلي. طيب انا عاوز اتكلم مع استاذ المهندس عادل القيعي ولا علاء عبد الصادق اللي كان جايبه؟ الاثنين، ما هو كانوا موجودين الاثنين على فكره، وبعد كده حصل صدام بينهم وبين بعض انتهى بالاطاحه بعلاء عبد الصادق بعد موقع وقعت التسريبات لو انت فاكر. التسريبات بعديها. التسريبات بعدها. التسريبات بعدها. بصراحه عايز اسقف لك بصراحه. يعني انا بس انا لازم ارد. موضوع كارلوس ده لا علاقه لي، والله ما اعرفه ولا شفته، ولحد النهارده انا ما شفتوش. لان كارلوس ده في اليوم اللي هو جه النادي الاهلي انا كنت بتفاوض على محمد شريف مع الاستاذ ماجد سامي. وقعدنا طول الليل تقريبا في هذا الموضوع. تاني يوم قالوا في ولد جه في الناشئين من نادي مش عارف امبي ولا بتروجيت اسمه كارلوس. وانا مع يعني الموضوع ده. وبعدين اللذيذ بقى في الموضوع اما يجي ايه عايز يحط ختم النسر عليها. قال لك وجرى تحقيق في هذا الامر. واسفر عن ايه؟ عن ترقيه عبد القيع وتعيينه مستشارا. يعني التحقيق لما انا الدنيا اتقلبت عشان انا ورطت النادي الاهلي فيه، يبقى بعمل ايه في النادي الاهلي لحد دلوقتي؟ بترقى
ها يعني يا اخي احبوك، انا عارف انك هتحاول تحبوك بعد كده، لكن يا استاذ عبد الشافي ليه كده يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ ليه كده؟ ما تخليش انك انت عشان تتقرب من حد انك انت تلغي المنطق وتسيء الى الاخرين، مش ده الاسلوب. يعني كارلوس ما اعرفش حاجه عنه، ولا وانا لما قالوا كارلوس ما اعرفش انه حتى هو قال اسمه دلوقتي احمد خالد. احمد خالد قال لك احمد خالد، اول مره اسمع الاسم بتاعه بقى صح كارلوس ده، لانه جاي في قطاع الناشئين. يعني قعد سنتين ومشي السنه اللي فاتت لما عدى تجاوز السن. فكارلوس ادي كارلوس، هندريك بقى دي الكبيره بقى بصراحه. دي المليون دولار، خد الكبيره بقى. علاقتي بيها ايه؟ لم اكن يوما مسؤولا خلال الفتره بتاعه المهندس محمود طاهر عن حاجه. انا اتعينت يوم واحد واعتذرت متحدثا رسميا. لم اكن مسؤولا في اي مجال اخر طوال فتره، لا مع الكابتن علاء عبد الصادق ولا مع الكابتن زيزو ولا مع حد خالص. ولا مع المهندس محمود طاهر. فهدرك ده يعني معلش، يعني هي المساله اللي ادالك الملف في الحقيقه حاجه من اتنين، يا هو لما اي ورق كده عتر فيه حد او حد عمل فيك مقلب، انا ما اعرفش يعني. يعني الحقيقه ما كنتش احب اتكلم، لان كل الامور دي من الـ الـ من وضوحها الاستاذ شادي رد، استاذ احمد جمال رد، بس يعني قال لك في السكه ايه، طب هم عايزين يفسدوا فرحه الزمالك، كيف نفسد فرحه فريق واخد البطوله؟ هو الزمالك عرف يفسد فرحتنا ببطوله الدوري؟ مهما قال مش هيفسد فرحتنا بالظبط. واحنا لما تعرضنا لموضوع شيكابالا انت قلت يتوقف؟ انا ما قلتش. احنا قلنا هنشوف رئيس لجنة المسابقات الذي هو مراقب المباراة هيعمل ايه؟ هيذكر الأحداث دي ولا لا؟ ده اللي قلناه. كده الخطأ ثابت والعقوبة أو العقوبة تفصيل. كيف صدرت هذه العقوبة التفصيل على خطأ ثابت؟ هي دي القضية وهي دي المشكلة. هنفكركم بمنهجنا الثابت، قليل من احترام المنطق والعقل. شيكابالا لاعب مهم جدا، لاعب كويس، بس مين قال ان احنا لما نتكلم على تطبيق لوائح هدفنا ابعاد لاعب او اقصاء اخر؟ مين قال كده؟ بالمناسبه شيكابالا هو لاعب موهوب، موهوب فذ كمان، بس اللي انتوا ربما يغيب عليكم انه في 18 مباراه للاهلي مع الزمالك في وجود شيكابالا الاهلي كسب 10 مرات. الزمالك ما كسبش الاهلي ومعاه شيكابالا الا 3 مرات، والاهلي كسب 10 مرات وتعادلوا 5. يعني القاعده دايما او شبه القاعده في وجود شيكابالا مع الزمالك الاهلي بيكسب. فاحنا لما بنتكلم المساله لا تخص لاعب ولا يمكن يكون التفكير في ابعاد لاعب او اقصاء اخر ولا يكون التفكير في افساد فرحه. ده احنا لو كان في وقت هنرجع لكم اللي فات لما قلنا مبروك للزمالك، استحق الفوز بهذه المباراة، قدم مباراة كويسة جدا. بيراميدز ما كانش في المستوى اللي على الندية اللي كانت طبيعية عليه. ده اللي احنا قلناه. لكن احنا عرضنا رأي المستشار سيد بن داري رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم في اللجنة المؤقتة عن عزمه على تطبيق اللوائح على الجميع. عشان كده لما يتم تحديد وتوصيف الخطأ يبقى في المقابل كيف تكون العقوبة أو ماذا تكون. نشوف أو بنفكركم بكلام المستشار سيد بن داري اللي كان اتكلم مع الأستاذ أحمد موسى فيه وعرضناها الأسبوع اللي فات. اللجنة دي هتعمل إيه يا فندم؟ هي اختصاصها كل ما يحال إليها من الاتحاد وما ما يرد إليها من شكاوى وما قد يلحظه كمان الأعضاء. يعني هي صلاحاتها مراقبة أي مخالفات وتوقيع العقوبات الانضباطية على جميع عناصر اللعبة. كل حاجة ما عدا الأخطاء الفنية اللي هي تخضع لاختصاص اللجان الأخرى. ممكن جمهور يشتم جمهور آخر، ده تحت رقابتكم طبعا. ده ممنوع طبعا.
حضرتك بتقول لي لو في جمهور شتم داخل المدرجات ده اجراء بيخضع لاجراء تحقيق او قانون؟ وانس ان مراقب المباراه او السيد رئيس اللجنه او السيد رئيس اللجنه لجنه الاتحاد او اي من اعضاء الاتحاد بادر الى هذا الى ارسال هذه الشكوى خلاص بنتصرف معاها وبتتحقق يا فندم، ومن يثبت انه له علاقه بذلك يوقع عليه العقوبات. لو في مسؤول نادي او مدير كوره او مدرب او خرج عن زي ما اقول كده الذوق العام او الاخلاق او الانضباط العام، بتتعاملوا معاه اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم والمنظمين كله. يعني بص حضرتك كل عناصر كل من له تدخل الأندية وأعضاء مجالس إدارتها وكل عناصر اللعبة. كلام الرجل قاله والحقيقة التزم به، التزم أنه بحث، التزم أنه تحقق، التزم أنه خد عقوبات، لكن اللي احنا ما نعرفوش واللي طلبته من سيادتك هل هناك لائحة لهذه العقوبات وهل قدمت إلى هذه اللجنة عشان تسترشد بها ولا العقوبات كانت وجهات نظر؟ طيب هنعرض لكم لائحة العقوبات المعتمدة في الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكل الكامل بتاعها، وهنشوف البند الخاص بهذه الواقعة. بس هي الواقعة إيه؟ خلينا الأول نوصف إيه اللي حصل. اللي حصل مش من وجهة نظرنا، من وجهة نظر مراقب المباراة ولجنة الانضباط اللي تحدث عنها سيادة المستشار سيد بن داري. قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له، بيان رسمي ونزل على موقع الاتحاد وأعلن رسميا، اجتمعت يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بن داري رئيس محكمة الاستئناف، وأصدرت البيان والقرارات التالية. ورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كاس مصر والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 8/9/2019 على ملعب استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية بين فريقي نادي الزمالك ونادي بيراميدز، والذي ثبت منه للجنة أن المباراة بدأت في تمام الساعة 8 مساء وانتهت في الموعد المحدد لها بفوز فريق نادي الزمالك بالنتيجة 3-0، وكان هناك حضور جماهيري للفريقين، وثبت لدى المراقب العديد من المخالفات التي اطمأنت إليها اللجنة، وهي قيام اللاعب أحمد ناصر محمود معوض الشناوي حارس مرمى بيراميدز بارتداء طاقم حارس مخالف لما تم الاتفاق عليه، قيام جمهور نادي الزمالك بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة ضد لاعب نادي بيراميدز والنادي الأهلي على النحو المبين بالتقرير، ألفاظ خارجة من نادي الزمالك ضد النادي الاهلي وضد نادي بيراميدز، تاخر الفريقين عن النزول، دخول الجهاز الفني لنادي الزمالك لارضيه الملعب، وحيث ثبت للجنه وتاكد لديها من خلال المواقع الاعلاميه والالكترونيه وشبكات التواصل الاجتماعي قيام اللاعب محمود عبد الرازق حسن الشهير بشيكابالا، قيامه بايه؟ بتحريك واثاره جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح والقيم الرياضية. طيب في دي بناء عليه بقى قررت اللجنة 1 تغريم نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 100,000 جنيه، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تسدد في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية، وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة وسباب للاعب نادي بيراميدز والنادي الأهلي. 2 تغريم لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق حسن الشهير بشيكابالا مبلغ وقدره 50,000 جنيه، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تسدد في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار لما بدر منه على النحو المتقدم وصفه. المتقدم وصفه إيه؟ انه ثبت من خلال المراقب اللي موجود ومن خلال المواقع ومن خلال كل وسائل الاعلام انه اثار وهتف مع الجماهير
وحرك تحريك وإثارة الجماهير بالهتاف بألفاظ خارجة ضد النادي الأهلي وبيراميدز. أنا عايز بس قبل ما نخش في صلب الموضوع ده الملاحظتين اللي أنا هشير إليهم، إن أنا لازم أحيي، إحنا تسألنا هل رئيس لجنة المسابقات الذي هو مراقب المباراة هيذكر الأحداث ولا مش هيذكرها؟ وأنا قلت أنا متخوف لأن كان قبل كده لا تذكر كامل الأحداث. أيوة. فواضح من السرد اللي أنت قلته من التحييث اللي أنت قلته للقرار أنه قد ذكر بدقة كل ما حدث. يحيى. اثنين، أن المنهجية التي تم بها إعلان القرار والاستناد الذي يطمئن كل أحد يتابع محايد طبعا يتابع القرار أن كان في موضوعية وكان في دراسة كاملة وتوصيف دقيق للمخالفات. طيب. ال- 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 الشيء الوحيد الذي يبقى أن احنا مش عارفين اللائحة التي يستند إليها في هذه الأمور، لأن ناس تقول لك، في ناس بتقول لك ما تعتمدش على مواقع التواصل، وفي ناس بتقول لك لا اعتمد على لائحة بتاعت لجنة المسابقات والتي تتضمن عقوبات أشد من التي ذكرت. فيعني عشان الشغل يقطع يعني كل التساؤلات لازم يا رب كده تعلن اللائحة وتوصل لكل الأندية. شوف هتتعاملوا طبقا لهذه اللائحة. شوف قرار أو بيان لجنة الانضباط ورد للجنة تقرير مراقب نهائي كأس مصر. إذن هو بيتكلم رقم واحد إنه ورد له تقرير نهائي الكرة. الكلام على إنه بعد كده قال وثبت من خلال المواقع الإعلامية والسوشيال ميديا و ربما كان ده تثبت إضافي، لأنه في الأساس استند على ما ورد لديه من مراقب المباراة، ولما وصف كل خطأ من اللي حصل في ضوء ما ورد إليه من مراقب المباراة في ضوء التقرير. اللي حصل إيه؟ تحريك وإثارة الجماهير بهتافات خارجة، ده سلوك رياضي ولا سلوك غير رياضي؟ ده تحريك وإثارة الجماهير بهتافات خارجة. انت عارف يعني علقنا برضو انت لو يعني ما انت بس عايز التحديد حلم. انا بقول لك اهو دي الإجابة. احنا المرة اللي فاتت واحنا بنتعرض لهذه النقطة قلنا احنا عايزين تعامل في حسم مع هذه المخالفة حتى يعني نحمي المدرجات من ردة فعل جماهير الأهلي مثلا. كويس. قلنا هذا الكلام عشان لو حصل حاجة من جماهير الأهلي تعرف ان في معيار للحساب. طيب رقم واحد خلاص مؤكد ان احنا مطمئنين الى ثلاث نقاط أساسية نتفق عليهم قبل ما نتكلم. دي مباراة في نهائي كاس مصر موسم كام؟ 2018-2019. دي المباراة الختامية للموسم زي ما ورد وزي ما تأكد في لائحة تدير هذه المسابقة، في لائحة عقوبات أدارت الموسم من بدايته، وكل موسم له لائحة عقوبات الأندية بتخطر بيها، ولا عقوبة خارج النص. يعني أنا ببعت كاتحاد لكل نادي طرف في المسابقة أدي الدستور اللي هنمشي عليه طول السنة، لما تعمل كذا هيبقى فيه كذا، فوانت مغمض لما اللعيب بتاعك يعمل تصرف كذا هياخد العقوبة المنصوص عليها في اللائحة اللي أنا أخترتك بيها، غير كده مش هقدر أوقع عقوبة إلا مجلس إدارة الاتحاد يرى أي ظروف استثنائية أخرى. لكن المباراة من الموسم الماضي، من الموسم الماضي 18-19، هذا الموسم تحكمه لائحة، ده مؤكد، هذه اللائحة موجودة، دي صورة منها بالمناسبة، صورة لائحة العقوبات في الاتحاد المصري لكرة القدم. أنا مش عايز الجزء بتاع المادة فقط، اللائحة بالكامل موجودة وعليها موسم أهي لائحة العقوبات للموسم 2018-2019. إذن أجبتني على هذا السؤال بس. شيكابالا عمل إيه؟ تحريك وإثارة الجماهير بهتافات خارجة وسباب ضد النادي الأهلي، ليها بند هنا؟ ده سلوك رياضي ولا غير رياضي؟ سلوك غير رياضي، ضد الحكام ولا ضد طرف آخر؟
مش ضد الحكام، ضد طرف اخر، ضد طرف اخر. طيب ايه اللي منصوص عليه في النص؟ هات لي الماده الثانيه يا شوارب اللي بتقول حرفيا، والحقيقه اللائحه حازمه جازمه لازمه، كل واقعه قصادها يحصل ايه؟ فيقول لك جازمة. سلوك غير رياضي ضد احد عناصر اللعبه فيما عدا الحكام. اهي لو اي واحد ارتكب سلوك غير رياضي ضد احد عناصر اللعبه غير الحكام، الحكام لها عقوبات مشدده، لكن اي حد تاني العقوبه مباراتان، الايقاف مباراتين، دي واضحه في نص اللائحه. عشان كده بقول لكم ما فيهاش غرامه ماليه؟ لا، عشان كده بقول لكم النص واضح وصريح. انت اثبتت الواقعه، سببت الواقعه، حددت الواقعه، ووصفتها كمان. اذا مش مختلفين على كل اللي انت عملته، وشيء رائع جدا وهيحيي عليه اتحاد الكره برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني. لجنه الانضباط ثبت ليها من خلال تقرير مراقب الحكام، مراقب المباراه اللي هو كان بنفسه رئيس لجنه المسابقات، واحنا قلنا ده المره اللي فاتت، الراجل بنفسه موجود وشاهد عيان، مش محتاج شهادة فيديو ولا حاجه، محتاج تقرير من حد. ولو كان شاف الواقع، شاف الهتافات، مجرد ما الكره خلصت، كون ان بعد كده المساله تنتشر ويتقال انه ده موجود على السوشيال ميديا وموجود على كل المواقع وكل وسائل الاعلام نقلت، هو حب يذكر ده انه ده مزيد من التثبت، دي ترجع للاتحاد. لكن سلوك غير رياضي الا اذا كنت اعتبرته الشتيمه والتحريض والاثاره اللي انتوا وصفتوها ده سلوك رياضي. عايزين تعتبروه سلوك غير رياضي، لائحتكم اللي بتفصل بين كل الانديه فيها ايقاف مباراتين. كده الخطا واضح ووارد والعقوبه مختلفه. لكن ان احنا يتقال اصله فيه مفيش عقوبتين على خطا واحد، ده قانون العقوبات. ان عايز تقول انه نفس الخطا عقب عليه نادي الزمالك بالغرامه وعقب عليه اللاعب شيكابالا بالغرامه، فبالتالي ما ينفعش عن الخطا الواحد يبقى عقوبتين، لا. العقوبات الاداريه غير قانون العقوبات. العقوبات الاداريه انت بتلاقي اي موظف الفصل والمحاكمه. لا 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 لا، لحظه واحده هنا. لو اتوبيس شركه، السواق خبط واحد جرى له حاجه، السواق عليه مسؤوليه والشركه عليها مسؤوليه في التعويض وفي ال يعني، اذا ممكن يصل هذا الامر كده، واخد بالك؟ افرض ان انا كان في حادثه مؤلمه في الجامعه الامريكيه، السواق اللي رجع بالعربيه لا، ممكن يجي يقول لك ايه، اصل النظام بتاع ال 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 التحرك السيارات مسؤولية الكلية، مش عاملاها بالطريقة اللي تحقق مبدأ السلام، هنا جاز والسواق أيضا مدان. أنا عايز أقول لا، دي كل حالة هناك قاضي قد سبب الأسباب وسببها بشكل مدهش جدا يعني. اللائحة، عشان كده أنا بقول لك، هل اللائحة دي قدمت إلى لجنة الانضباط؟ اللائحة اللي في إيد حضرتك دي قدمت يعني إيه؟ هي اللي موجودة في الاتحاد، هي الحاكمة للمسابقة. لا، هو قال انا حتى ممكن الجا للوائح الفيفا، يعني دي مباراه، معلش، في كاس مصر. ما انا ما اعرفش يا استاذ ابراهيم، انا ده تساؤل. ليه؟ طب من اين اتت هذه العقوبه؟ معرفش. عقوبه الغرامه من اين اتت؟ ما اعرفش. لا، لازم في مكان جاب منها العقوبه دي، مش معقوله يعني تقديريه. تقديري، هل اللائحة بتقول هي يعني انت وصفت وحددت، هل اللائحة ما عندكش حق الاجتهاد براها؟ لا يا استاذ ابراهيم، كويس لو انت قلت انا هحكم بهذه اللائحة. ايوه، انا وده سؤالي، انا مش بقول ان ما يعني انا لا ادافع. طب السؤال الثاني، هو انت تقدر في مباراة واحدة تطبق لائحة من عندك، ولا دي مباراة في ذات الموسم كل الاطراف ملتزمة؟ مش ده اللي انا بتثبت منه. اللي بتثبت منه هذه لجنة، هذه أول تعامل لها في ال، ومشيت صح قوي في الشق الأولاني. جميل جدا، ماذا قدم لها من مستندات تسترشد بها؟ هو ده اللي أنا عايز أعرفه. مستندات يعني إيه؟ لائحة؟ اللوائح بشكل عام.
الله، ما انت ممكن لجنه ما يجيلهاش لو يعني افرض ما جاهاش لائحه الحكام مثلا وهيجي لها حاجه تخص حكم، يجي لها يعني. من مين المفروض؟ ها؟ مش المفروض انا بسال ده. سؤال انا ما عنديش الاجابه. انت بتكلمني زي ما اكون بجادلك. انا مش بجادلك، انا بقول لك هي انا وانا قاعد يا ما قداميش لائحه، يا قدامي لائحه الفيفا، يا قدامي لائحه انا عاملها، ها، يا قدامي لائحه لجنه المسابقات للاسترشاد بيها او الاعتماد عليها، ولا في لائحه اخرى تم الاستعانه بها؟ من اين اتت هذه العقوبه؟ بس ده سؤال مش عايزك انت مش هتعرف تجاوبه. لائحه وجايه. طيب نادي الوطنيه والدور الملهم. بالمناسبة أي نادي في مصر لازم يبقى نادي وطنية، والوطنية لا هي لوحة ولا يافطة ولا ادعاء، كل نادي على أرض هذا الوطن عليه التزامات تجاه هذا الوطن، دي مسألة قولا واحدا ومحدش يقدر يحتكرها لا يحتكرها ولا يمنحها على الاخرين. يعني مش انا لما ابقى انا النادي الوطني انت خلاص ما خدتهاش، خلاص انت بقيت نادي الاستعمار البريطاني. مش درع الدوري. اللي هو درع الدوري فيه صحيح. ده قصه ثانيه. على فكره اللي بيقول لك عايزين الدوري فيه اللي يعني اللي بمناسبه عايزين تفسدوا فرحه الزمالك، ده اللي عايز يفسد الفرحه هو اللي ما بيقدمش الجائزه لحد النهارده. مش انا، ده انت احتفلت ولفيت وتصورت ومبروك وده حقك بالظبط، ولازم هو ده اللي يتم بالظبط، الاحتفال في الملعب بالظبط في اللحظه بالظبط في لحظه الفرحه. صحيح. مش كل سنه الاهلي يكسب تعملوا له فيلم، اصل بنعمل درع جديد، اصل بنشتري جواز جديده، اصل هنعمل لكم حفله في 5 نجوم، ما تودونا دار الاوبرا نحتفل بالبتاع ده ونسمع اوبرا عايده، هو ايه الكلام ده؟ يعني حاجه دوري مع اوبرا عايده، ايه صحيح ده؟ وبعدين وهذا بس هم نسوا ان ده ما بيقتلش الفرحه. الاهلي تعود ما بيفرحش فرحه هستيريه لانه امر متكرر. انا بطلع الاول على الفصل على المدرسه على حاجه، لما بطلع الاول ما بطرش من الفرحه، غير ان انا لما اكون مثلا بنافس وبعدين مره رحت طالع الاول، لا ده حدث. فهنا الاهلي مش ممكن ما تقول يعني مش الفرحه العاربه، بدليل انك انت وجمهور الاهلي محقق الدوري عمال بينتقد وعمال بيتكلم وعايز اكتر من كده، مش شبعان مش مقتنع، عايز اكتر. نادي الوطنيه والدوري الملهم. الاهلي ملهم. نادي الوطنيه هو النادي الذي نشا في احضان الحركه الوطنيه وبفكر ورغبه وفكرة رجال الحركة الوطنية في وقتها في مصر، عنده دور بيأديه دون نشأ على فكرة تمصير الرياضة تمصير الرياضة، منافسة الفرق الأجنبية والاستعمار الإنجليزي وتحقيق الفوز، ما دي أهداف وطنية يا أستاذ إبراهيم. الدور الملهم للأهلي هو لأبنائه ولجماهيره ومحبيه في الحفاظ على النصر، في الرغبة في الفوز، في إرادة الانتصار، في القيم الرياضية، في السلوك الرياضي، في اللي آخرها الأسبوع اللي فات إنه 2 لعيبة بيمثلوا الأهلي في بطولة تنس الطاولة في المغرب يحصل موقف بينهم وبين بعض حاد شوية، يبقى القرار إن هم يرجعوا حفاظا على صورة النادي واسم النادي الأهلي، فتكون النتيجة دفاعا أو اتساقا مع الدفاع عن هذه المبادئ والقيم، يكسب الأهلي اللقب العربي في تنس الطاولة رغم هذا النقص. ده اللي عمله الكابتن محمود الخطيب الأسبوع اللي فات. هو ده الدور الملهم لكل محب النادي الأهلي. تسمح لي الدور الملهم تسمح لي في الحتة دي قبل ما تنتقل إلى حاجة. عشان أقول لهم يعني إيه ليه إحنا بنقول إن ده التصرف يصب في صالح الوطن. هو انت لما تسحب 2 لعيبه من 6 لعيبه في بطوله، الم تكن هذه الحادثه حديث البطوله؟ بالظبط. يعني انت فاهم ان ما حدش علق عليها هناك، وما حدش اندهش، وما حدش قال ايه الجراه دي، وما حدش قال ايه اللي بيعمله الاهلي ده، ده الاهلي رمى طوبه البطوله، ده الاهلي فرغ فرقته من عنصرين مهمين وهيخوض البطوله، 35% من قوه الفريق مشيت.
صحيح، يرجع بالبطوله. طيب لما العرب يكسب بقى البطوله يبقى ده عمل ايه؟ صب في مصلحه الوطن. طبعا اذا هي هو ده الحفاظ على صوره الوطن وقيمه مصر. هيتقال لك ايه؟ النادي الاهلي المصري والمصريين في الاحداث القادمه بعد كده شوف عملوا ايه لما حصل خطا عندهم ولم يعبأوا. هو ده الدور الملهم. هو ده الدور الملهم. زي بالظبط ما الكابتن صالح عليه رحمه الله اللي بتحل هذه الايام ذكرى ميلاده في جنوب افريقيا وهو بيتسلم درع نادي القرن العشرين في افريقيا يقول لهم بمازحا او على الاقل مستشرفا لمستقبل الاهلي ان نتمنى نكون هنا ونكرم الاهلي نادي القرن الواحد وعشرين في القرن الجديد. فيفضل الاهلي حتى الان في هذا التصنيف على راس الانديه مش بس المصريه او الافريقيه. الاسبوع ده العالميه ميرور البريطانيه وهي صحيفه عريقه جدا سبقت نشاه الاهلي باربع سنين تركز على تصدر الاهلي لقائمه الانديه الاكثر نجاحا في العالم. ده الاهلي، ده الاهلي المصري، ده اسم مصر اللي بيذكر في كبريات الصحف العالميه موصوفا باسم النادي الاهلي المصري اللي بيتقدم كل انديه العالم. هو ده الدور الوطني اللي بيحافظ به الاهلي على اسم بلده. تاكيدا على كلامك، هو لما رباع ولا لعيب في الدار الاولمبيه بيكسب بطوله بنفرح ليه؟ لانه بيرفع علم مصر ويعزف السلام الوطني. ويعزف السلام الوطني. الاهلي عندما يحقق هذه الصدارات العالميه المتكرره اللي كل شهر بيجي لنا او اسبوع دلوقتي بيجي لنا انتصار يحققه النادي الاهلي، اليست هذه انتصارات للوطن؟ طبعا طبعا. ولما يكون الرئيس السابق للنادي الاهلي بعد ما يترك منصبه كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه يكرم بافضل رئيس نادي في افريقيا، هذا الاستحقاق الذهبي كان للكابتن حسن حمدي بوصفه كان ايه؟ رئيس النادي الاهلي المصري، فيطلع افضل رئيس نادي في افريقيا. هو ده، هي ده قيمه النادي الاهلي، وده دور النادي الاهلي ازاي تشرف بلدك وزي كلك هذا الحضور الكبير بره وانت على راس مش الانديه المصريه ولا الافريقيه، انت على راس انديه العالم. شوفوا الالعاب الافريقيه الاخيره في المغرب، هذا الدور الوطني الكبير اللي الاهلي لعبه في خدمه بلده في عدد الابطال اللي حصلوا على ميداليات. مش هانيا مورو بس ولا احمد خالد بس ولا السباحه ولا العاب القوه ولا بقيه الالعاب، في كل الالعاب التمثيل الاكبر والاكثر للنادي الاهلي وابناء النادي الاهلي. وده الاهلي لا يمن على بلده، بلده هي صاحبه الفضل عليه، بس ده دور الاهلي بيأديه، فما فيش حد من حقه ويحسن اداء هذا الدور. بيحسن اداؤه وبيدي مكافآت لابنائه نظير تمثيلهم الوطن بشكل مشرف. زي ما كنا قلنا لكم في البدايه رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وهو له حضور مشرف مع انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم واحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي. هو ده الظهور المشرف، هو ده الظهور المشرف اللي بيعلي قيمة الاهلي المصري وهذا الحضور الكبير. ويجي دايما وابدا الاعتراف والاشادة مش من محب الاهلي في الداخل ولا من المصريين، من حتى المعلقين العرب الاشقاء. شوفوا كلامهم عن النادي الاهلي، شوفوا صوره النادي الاهلي اللي بينقلوها هم للناس اللي بره. نفكركم بالصديق العزيز عصام الشوالي وكلامه عن النادي الاهلي. مع الزملاء خالد ياسين نبيل ونادر. الاهلي تراجع، ايش خصك الناس كل متراجع مثل الاهلي؟ 2012 شامبيونز ليج، 2013 شامبيونز ليج، 2014 كاب، و2013 و2014 سوبر. ضيع كان السوبر ضد ستيف بضربات ترجيح. خمسة ألقاب من ستة ومتراجع، ما اللي مش متراجع شيء يعمل؟ حسام غالي. يا ريتهم الكل كيفك يا أهلي. تمشي كورة من نجيب. يعني إشادة
ده له حديث ثاني بيقول لهم يعني لولا وجود الاهلي كان للانديه التونسيه شان اخر. يعني هو انت وده اللي انا عايز اقوله. نرجع تاني للمثل بتاع الابطال الاولمبيين او ابطال العالم او الابطال في المحافل الدوليه. الاهلي عندما يحسن تمثيل مصري هذا يتسق مع اهداف الدوله، هذا دور وطني. الاهلي عندما يكبح يجزم غيظه بمسؤوليه باعلامه بالناس وينضبط ويلتزم، وهو بيتم التجاوز اليومي ضده. الخطيب يروح يتكرم يهاجم، الخطيب يروح يبقى سفير فوق العاده يهاجم، الخطيب اي حاجه يعملها الخطيب يهاجم. المره الوحيده الذي لم يهاجم فيها لما دخل اوضه العمليات. اوضه العمليات؟ اوضه العمليات. بعد كده كله هجوم فيما ليس له مناسبه، حتى ما فيش مناسبه. مش مثلا خطيب قال تصريح، ما فيش مثلا حد قال له خليك زي فلان فهو ما فيش اي علاقه بين ان افوز بالكاس واطلع اهاجم رئيس النادي المنافس. فلما يقابل كل هذا التجاوز وكل بضبط النفس ويقابل بالهدوء والحرص على عدم افتعال ازمه يدفع ثمنها المجتمع، لانه يقدر هذا دور والله ده دور وطني. طبعا ده دور وطني. وده يقودني ان انا اطلب من الجميع يا اهل المغنى مغنى وجعنا دقيقه اسكت لله، نهدى كلنا بقى، يا ريت نتجاوز، نحط بقى خط كده ونبدا. نادي الزمالك نادي كبير، وان تكون رئيسا لنادي الزمالك يا استاذ ابراهيم دي حاجه كبيره. ما انتش محتاج انك تناضل علشان يبقى لك مكانه، انت صاحب مكانه لمجرد انك رئيس نادي الزمالك. ما تهاجمش حد، جرب ما تهاجمش حد، جرب انك انت ما تجيبش سيره المنافس بدون منافس بدون مناسبه. هو انت لما هو الافهات صعبه؟ يعني احنا مش ناس بقى في سننا دي وفي قيمه وقامه رئيس نادي الزمالك عضو مجلس الشعب، نجاحات كثيره في محامي مشهور، لما تيجي تقول ايه فلان وفلان دول رايه وسكينه، يعني احنا اكبر مننا نقول لك عباس الزفر والبازا فندي، دي افهات ما ينفعش نقولها، يعني سيبها لناس تانية في مجالات اخرى. لكن عندما نكون مسؤولين نراعي الشارع العام ونراعي الشباب اللي احنا بنطلعه ونقدمه رياضيا، ونراعي الناس اللي في المدارس اللي بتاخد كل كلمه منا يتتعامل معاه، يبقى كلها مدرسه المشاغبين او ناس تقف تحيي العالم وتفكر في مصلحه بلدها. وده اللي بيعمله النادي الاهلي، وده اللي قال عليه حفيظ دراجي المعلق الجزائري الشهير، نسمعه. سؤال من زياد دوت محمد دوت 90، ما رأيك في الأهلي المصري؟ أرجو الرد. هل يحتاج الأهلي إلى رأي يا سيدي؟ الأهلي هو واحد من أساطير النوادي في العالم، ليس فقط في مصر ولا في عالمنا العربي. الأهلي بشعبيته وبتاريخه وبرصيده بثباته في كل مرة، ولو أنه ليس في أحسن أحواله هذه السنة. هو معناه إيه إن القامات الإعلامية الرياضية عندما يأتي الحديث عن النادي الأهلي يعني يتم الحديث بهذا الاحترام وهذا التقدير الصادق النابع من القلب، إنك أنت فعلا تستحق هذا، ما حدش بيجاملك، هم شايفينك كده، ده حجمك في عيونهم وفي قلوبهم. وعلى الأهلي أنا استمر على هذا، وعلينا طب ما تيجي نبتدي إحنا كده ونسيب بقى اللي يخصنا. عايزين الدنيا تهدى يا استاذ ابراهيم، مستحيل الموسم الجاي يستمر على هذا النحو المستمر من التجاوز والتراشق، مستحيل. بتكون النتيجه النهارده الناس بتتكلم هو الماتش الجاي يبقى بجمهور ولا لا، بعد ما كنا خلاص بنقول لازم يبقى الجماهير تحضر. والاهلي لحد دلوقتي ما غلطش عشان يحرم من جمهوره. الحقيقه يعني كنا نتمنى ان يبقى في وقت نكمل مع حضراتكم كتير من الأشكال اللي ظهر فيها الأهلي ومسؤولوه وأبنائه في مناسبات كتيرة جدا. هم أكثر حرصا على تشريف هذا الوطن، هم أكثر غيرة في الدفاع عن قيم وثوابت وصورة هذا الوطن،
لكم أكثر تحملا لكل هذه الإساءات اللي بتحصل فقط من أجل مراعاة مشاعر الجماهير، الحفاظ على حالة السلم الرياضي والاجتماعي، لأنه هو ده الدور. والسهل جدا الانزلاق والانفلات، الصعب جدا الانضباط والالتزام. عشان كده ده الدور الملهم من النادي الأهلي لعشاقه وجماهيره، انهم يتحملوا علشان فعلا تفضل دايما وابدا الرياضه بصوره القيم اللي حتى الاستاذ حسن المستكاوي النهارده متكلم عليها في الشروق، انه ليه يا جماعه انتم مش عايزين تاخدوا بالكم ان دي رياضه؟ هي ليه الناس مش عايزه؟ يعني حتى اتكلم قال لك طب الزمالك عمل ممر شرفي لبيراميدز وبيراميدز عمل ممر شرفي للزمالك. هل لو كان المقاولين وهو الاهلي بيتوج بطل المقاولين عمل ممر شرفي للاهلي الناس دي كانت هتسكت؟ في ولا هي المصيبه ان تحصل حاجه للاهلي؟ في تصحيح جالي دلوقتي استاذ محمد العدلي بعت رساله الكابتن خطيب بيتهاجم في اوضه العمليات. انا تخيلت ان اوضه العمليات يعني تخيلت ان ده يكون مستحيل يعني حتى للدرجه دي. ما بيقول لا نقلا من شوارب يعني. صحيح زي ما بقول لكم يفضل هذا الالتزام وهذا الانضباط، لكن الاهلي نادي الوطنيه والزمالك نادي الوطنيه والاسماعيلي والاتحاد والمصري ولازم كل نادي شعبي له افراد مرتبطه بيه يا حبيبي ده لازم عنده هذا الدور. لازم الانديه الشعبيه وكل الانديه وغير الشعبيه تكون انديه الوطنيه. واحنا بنلعب مش لمصلحه هذا الوطن بالظبط وتحسين صوره المصري والانسان المصري امام العالم كله. طبعا ده هدف من الاهداف اللي بنمارس عشانها الرياضه وندرها. لا يمكن يكون هدف تاني. انا اتحدى في العالم كله لو النموذج اللي موجود في مصر ده والعيشه اللي احنا عايشينها دي في المناخ الرياضي موجوده في حته تانيه في العالم، اتحدى ان يسمح احد ان يكون هذا التوتر وهذا التجاوز بلا حساب باستمرار الا في مصر بلا حساب. ما هو قول لي هات لي حته في العالم ممكن يحصل فيها هذا الكلام بانتظام بدون حساب. ده كلمتين بيتقالوا في مدرج يعتبروها تمييز عنصري الدنيا بتتقلب كارثه. الله عايزين نوصل لدي. هو ده اللي يديلك الرقي ان الغلطه الصغيره تبقى كبيره مش انها دي غلطه صغيره. لا انت نرجع تاني هو كابتن شيكابالا يمكن ما قالش حاجه ببقه لكن كان المايسترو الذي تعزف عليه الجماهير انغمها في سباب الاهلي. يعني مش عبده لعيب كبير لعيب حاجه حلوه لكن لما بيعمل كده يعني. واحنا بنتكلم لانه اولا واحنا حتى بنتفائل للاتحاد الجديد اللي حيينا على او حييناها على مراسم قرعه الدوري وشكل واضح انه فيه انضباط وفيه رغبه في ان احنا نتغير فعلا. واحنا كنا اكثر المتحمسين ولا زلنا وسنبقى في دعم هذه اللجنه المؤقته لانه عندها فرصه تاريخيه انها تنهض بالكره المصريه. لكن في نفس الوقت قلنا لهم وبنكررها دايما وابدا هنبص بعين المراقب. انت بتقرر بناء على ايه؟ انت بتصدر عقوبه بناء على ايه؟ سواء للزمالك او على الزمالك، للاهلي او على الاهلي، وهتلاقوا في قادم المرات اي قرارات تصدر هنحاول نبص لها بعين المراقب اللي نتمنى انها تكون رقابة. نتمنى الا يخطئ احد من النادي الاهلي لعيبه او جماهير او اداريين او عناصر، لكن لو اخطأوا وتحاسبوا مش هنزعل. وهنقول انه يستحق العقاب. ليبقى الاهلي دائما هو هذا النادي العظيم الملهم. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله ودائما وابدا زين النوادي.